مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم، ولقائنا مع حضراتكم بيتجدد من خلال حلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. عندنا طبعا عدد من القضايا والفقرات والأخبار والموضوعات وفقرات الحوار المختلفة مع ضيوفنا النهاردة من خلال استوديو الأهلي الليلة، وحنركز فقرة الأخبار على طبعا أخبار فريقنا الأول لكرة القدم في النادي الأهلي واستعداداته للجزء المتبقي من مسابقة الدوري العام المصري بعد نهاية كأس الأمم، والاستعداد لانطلاق الموسم الجديد على كافة المستويات محليا وأفريقيا، ومعسكر الفريق أو معسكر الإعداد الخارجي اللي تم الإعداد له طبعا بأفضل شكل ممكن حسب تصريحات مدير الكورة كابتن سيد عبد الحفيظ وأيضا مدير التسويق كابتن أمير توفيق، اللي ذهبوا في رحلة سريعة إلى إسبانيا ووقفوا على كافة التفاصيل، وده هنستعرضه مع حضراتكم بمزيد من التفاصيل خلال فقرة الأخبار. بعد نهاية فقرة الأخبار هيكون عندنا أكتر من حوار النهاردة، هنتكلم عن كأس الأمم الأفريقية، مؤشراتها على المستوى الخاص باستضافة مصر لهذه البطولة ونجاح الافتتاح والشكل التنظيمي وكل ما سمعناه من إشادة على كافة المستويات المحلية والعربية والأفريقية والدولية بشكل الافتتاح اللي كان أكثر من رائع بإجماع الآراء على أرض مصر، والتوقعات بمزيد من النجاح إن شاء الله إلى حين اختتام هذه البطولة الكبيرة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 في مصر. وحوار موسع هيكون مع الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع الأستاذ عصام شلتوت، ومن هذا الحوار وبعد رصد أهم ملامح بطولة كأس الأمم على كافة المستويات حتى يومنا هذا فنيا وتنظيميا وكل الأمور المحيطة بالبطولة وحجم الاهتمام الإعلامي من وسائل الإعلام والقنوات والفضائيات ووكالات الأنباء محليا وعالميا بهذا الحدث اللي بيعد من أهم الأحداث الكروية والرياضية على مستوى العالم كله، هننتقل لحوار آخر مع واحد من نجوم النادي الأهلي، لاعب النادي الأهلي السابق الكابتن حسين شكري، وهنتكلم معاه عن مشوار الفريق وكيف يتم إعداد الفريق بالشكل الأمثل للموسم الجديد وأهم ملاحظاته على مسابقة الدوري العام في الموسم اللي بينتهي واللي إن شاء الله هينتهي قريبا وبعد نهاية كأس الأمم الأفريقية بأيام قليلة، وتوقعاته للموسم الجديد ومسيرة الأهلي إن شاء الله وانطلاقته في الموسم المقبل محليا وأفريقيا. بعد فقرات الحوار مع الأستاذ عصام شلتوت والكابتن حسين شكري هتكون في فقرة أيضا خاصة جدا مع واحد من نجوم الكرة الطائرة المنضمين حديثا لفريق الرجال في النادي الأهلي، الكابتن أبو السعود إمام المنضم حديثا إلى النادي الأهلي في فريق الطائرة رجال قادما من نادي الزمالك، وده هيكون حوار أيضا هيجري في فقرته والتغطية المتميزة لكل اللعبات بعيدا عن عالم كرة القدم اللي بيقدمها لنا الزميل العزيز خالد العوضي من خلال برنامج الأهلي الليلة. خلونا نبدأ مع حضراتكم فقرة الأخبار النهاردة، وكل الاهتمام طبعا منصب على كأس الأمم الأفريقية، وهتكون لها نصيب الأسد من الحوار في فقرتنا القادمة مع الأستاذ عصام شلتوت، لكن بالتأكيد بيهمنا في المقام الأول كمان استعداد فريقنا للموسم القادم وكيف تكون الانطلاقة أفضل من الموسم اللي بينقضي أو بينتهي قريبا إن شاء الله، ويتجاوز فيها الجهاز الفني كل الأمور أو كل أنواع أو أشكال التعثر الفني اللي قد تكون حدثت نتيجة لأن الموسم ما كانش منتظم زي ما حضراتكم عارفين، وكان موسم مضغوط جدا واستثنائي، وكان فيه تعديلات كثيرة جدا للارتباطات الدولية الخاصة بالفرق المصرية في مقدمتها طبعا النادي الأهلي ونادي الزمالك وكل الأندية المصرية اللي كان عندها بعض الارتباطات على المستويات الدولية عربيا أو أفريقيا، وأثرت على انتظام هذه المسابقة والتداخل في المواعيد بعد التعديل الخاص بالأجندة الدولية لكأس الأمم الأفريقية. كابتن سيد عبد الحفيظ تصريحات له بتؤكد ان معسكر اسبانيا سيلبي الطموحات الفنيه للجهاز الفني للنادي الاهلي، بيقول مدير الكره في النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ انه تم الاتفاق على كافه والوقوف على كافه التفاصيل المطلوبه فنيا ولوجستيا واداريا وتنظيميا للمعسكر القادم ان شاء الله في مدينه اليكانتي الاسبانيه، والاتفاق على كل التفاصيل بعد رحلته مصحوبا ايضا بمدير التسويق امير توفيق اللي من خلالها اطلعوا على كل الامكانات الفنيه المتاحه، صالات الجيم وتجهيز اللاعبين بدنيا وايضا ملاعب التدريب وفندق الاقامه، كل الامور اللي بنقول انها بتبقى مهمه جدا ان يتم التاكد من جودتها وانها تتوافق مع المستوى اللي عايز النادي الاهلي يصل اليه في اعداد لاعبيه للموسم القادم. كابتن سيد بيؤكد لجماهير النادي الأهلي ومحبي الفريق في كل مكان داخل وخارج مصر إن هذا المعسكر هيكون على المستوى المطلوب وأكثر، وإنه هيدي فرصة حقيقية للشغل الفني المطلوب، وبيقول كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ إنه ضغط المباريات والمشكلات اللي أشرنا لها منذ قليل وحضراتكم عارفينها الكل يعلمها عن الموسم اللي لم ينتهي حتى الآن، واللخبطة بلغتنا العامية اللي كانت موجودة في الموسم ده والضغوط الكثيرة جدا وضغط المباريات والفترات اللي كانت ما بتسمحش بالشغل الفني المطلوب كانت عقبة أو عائق أمام
امام الجهاز الفني بقياده لاسارتي ان يقدم كل ما لديه من رؤيه فنيه للتطوير الفني المطلوب في صفوف الفريق، ولتكون بصماته مؤثره في شكل واداء ونتائج الفريق في الفتره الجايه. والكابتن سيد بيضيف بيقول ده اللي هيتسع له الوقت ان شاء الله، والمساحه اللي هنجدها باذن الله في المعسكر القادم في اسبانيا، وزي ما قلنا لحضراتكم هيكون في مدينه اليكانتي الاسبانيه. النجوم بيعودوا تباعا للفريق وبتكتمل الصفوف والقوة الضربة، باستثناء طبعا نجومنا الدوليين المرتبطين بمباريات كأس الأمم الأفريقية وارتباطاتهم مع منتخبنا الوطني الأول اللي بنتمنى له طبعا كل التوفيق في هذه البطولة، وهي دلوقتي طبعا الشغل الشاغل لكل المصريين وجماهير الأندية المصرية، سواء جماهير النادي الأهلي أو جماهير الأندية المصرية مجتمعة، الكل بيصطف خلف منتخب مصر وبيتجمع من أجل حب هذا الوطن والانتماء لهذا الوطن ودعم منتخبنا، وبعيدا عن الألوان والانتماءات او اي نوع من انواع التعصب الرياضي، الكل بيقف في صف واحد من اجل دعم منتخبنا الوطني. ان شاء الله تكون مبارياته افضل واداؤه يكون افضل في المباريات القادمه، وينعكس على النتائج وصولا الى المنافسه على اللقب والمباراه النهائيه ان شاء الله. أزارو وأجاي بيشاركوا في التدريبات من بدءا من يوم الثلاثاء، من الغد إن شاء الله هينتظموا في التدريبات بعد الراحة اللي حصل عليها النجم المغربي وليد أزارو والنجم النيجيري جونيور أجاي، وسمح لهم الجهاز الفني طبعا بالسفر إلى بلادهم والتواجد هناك بعد موسم قلنا أنه كان شاق جدا، وإن كان لم ينتهي رسميا حتى الآن لكن كان من أطول المواسم الكروية في مصر على الإطلاق، وكان في ضغوط كثيرة جدا واضطرابات فنية وتنظيمية الكل يعلمها كانت مؤثرة وبتسبب مزيد من الضغط العصبي على اللاعبين، بجانب طبعا الضغوط الفنية المعروفة نتيجة لتوالي المباريات. هيرجع إن شاء الله في الفترة الجاية ويبدأ في المشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من الغد إن شاء الله وليد أزارو وأجايي، وبالتأكيد هم من العناصر المؤثرة جدا والقوة الضاربة في صفوف النادي الأهلي. فضلا عن النجم التونسي معلول كمان هيعود إن شاء الله علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول في النادي الأهلي، يعود إلى القاهرة خلال أسبوع إن شاء الله على الأكثر للانتظام في التدريبات الجماعية بعد فترة الراحة اللي حصل عليها بالاتفاق مع إدارة الكرة في النادي ومع الجهاز الفني. وطبعا في تدريبات يعني متخصصة في الفترة دي بدنية بيركز لاسارتي والجهاز المعاون وكل من يعمل على التخطيط للأحمال داخل النادي الأهلي في الجهاز المعاون للاسارتي، بيشتغلوا على إعداد اللاعبين وتجهيزهم بدنيا بالشكل الأفضل من أجل أن يكونوا في أفضل حالتهم وانطلاقتهم للمباريات الودية المتوقعة اللي طبعا لم يتفق عليها أو اتفق عليها حتى الآن ولكن لم يعلن رسميا، ولكن في اتصالات من أجل إجراء هذه المباريات اللي بيقول الكابتن سيد عبد الحفيظ إنها تكون إن شاء الله إما مبارتين أو ثلاثة خلال المعسكر الخارجي في أسبانيا. معلول كمان من اللاعبين أو من النجوم اللي هيعودوا ويبدأوا الانتظام في التدريبات الجماعية بعد ما أخطر الجهاز الفني وتم التنسيق و المراسلات او الاتصالات اللي تمت بينه وبين الجهاز الفني، واكد من خلالها ان شاء الله انه خلال اسبوع على الاكثر هيكون موجود مع اللاعبين قبل طبعا السفر الى اسبانيا، ومن خلال البرنامج اللي هيبدا في القاهره بعد ما استأنف الفريق تدريباته انطلاقا من يوم السبت الماضي. ايضا تاكيدات من مدير الكره في النادي الاهلي قال ان شريف اكرامي واحد من نجوم حراسه المرمى في الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي حالته مطمئنه بدنيا وفنيا وطبيا، وانه كمان سيعود للمشاركه في المران الجماعي في غضون فتره تصل الى 3 أسابيع الله بعد الانتهاء بشكل كامل من برنامجه العلاجي والتاهيلي بعد طبعا الاشراف الالماني اللي تم على نجمنا شريف اكرامي في الفتره اللي فاتت، وبعد الخضوع للجراحه في الركبه ان شاء الله يعود في احسن حالاته. وهو طبعا شريف باجماع الاراء من اصحاب الخبرات الكبيره سواء على مستوى مشاركاته مع النادي الاهلي او دوليا مع منتخب مصر، وبالتاكيد عودته بتضيف لقوه الفريق وللعناصر المتميزه والاوراق الجيده المتاحه امام الجهاز الفني بقياده لاسارتي. زي ما قلنا لحضراتكم في تركيز على الجانب البدني وعلى تجهيز اللاعبين، عمليات استشفاء او اثار الموسم اللي بنعتبره انتهى وان كان لم ينتهي رسميا ولكن كان موسم شاق وطويل وارتباطات اللاعبين على المستويات المحليه والدوليه، ازاي نزيل هذا التاثير وننزل باللاعبين بالاحمال البدنيه ثم العوده للصعود بالحمل البدني مره ثانيه، كل ده طبعا هو شغل المتخصصين في هذا الجانب، وانهم يجهزوا الفريق بافضل شكل ممكن طبيا وبدنيا وعلاج اللاعبين او تاهيل كل العناصر اللي عندها أي تأثر بالموسم الماضي أو لحقت بها إصابات سواء في التدريبات أو المباريات خلال الفترة اللي فاتت، حتى تكون القوة مكتملة في صفوف الفريق ويكون كل النجوم جاهزين إن شاء الله لانطلاقة الفريق في المعسكر الخارجي من أجل التجهيز بالشكل الأمثل للموسم المقبل.
ومن هذه العناصر طبعا بإجماع الآراء أيضا النجم حسين الشحات اللي انتقل هذا الموسم وفي فترة الانتقالات الشتوية للنادي الأهلي، وينتظم أيضا في المران الجماعي للفريق بعد ما كان اشتكى طبعا حسين من نزلة برد أثرت على مشاركته، واكتفى من خلالها الجهاز الفني بأن يقوم بتدريباته اليوم السابق في صالة الجام في النادي الأهلي، وبعد طبعا التأكد من شفائه التام إن شاء الله بيشارك وينخرط بقوة في التدريبات الجماعية في الملعب في استاد التتش. وايضا رمضان صبحي بيخوض المران في الجام، كان في تدريبات كمان لنجم هجوم الفريق رمضان صبحي في الجام لتجهيزه او معالجه اي شكاوى قد يعني تكون اعلن عنها او اعلن عنها اللاعب لجهازه الفني خلال الايام اللي فاتت، وهي امور بسيطه جدا ما فيش حاجه مؤثره الحمد لله، خاصه برمضان صبحي نجم هجوم الفريق حسب تصريحات الجهاز الفني والجهاز الطبي للفريق، وهو جاهز كمان للمشاركه بقوه في التدريبات الجماعيه. وعن منتخبنا الوطني في تصريحات للإسباني تيتو غارسيا المدرب العام لمنتخب مصر بيتكلم فيها أن الجهاز الفني بيفكر في تغييرات فنية في شكل التكليفات للنجوم أو لخط هجوم الفريق. احنا شفنا المباراة الأولى نجم هجوم منتخب مصر والنادي الأهلي مروان هو اللي ابتدى، مروان محسن ابتدى المباراة كرأس حربة صريح، وكان تحته ثلاث لاعبين من لاعبي الوسط المهاجم نجمنا محمد صلاح، وأيضا من النجوم الكبار في المنتخب طبعا عبدالله السعيد وتريزيجيه، فضلا عن المشاركة والدور المؤثر واللي كلنا بنوجه له طبعا رسالة تقدير على أنه دخل في تحدي مع نفسه، لم ينظر لعامل السن ورجع بقوة وأقنع الإعلام الرياضي في مصر والجماهير والجهاز الفني المنتخب مصر بمستواه، رغم انه كان بعيد عن الحسابات طوال الفتره الماضيه، لكن شفنا قد ايه اصبح من العناصر المؤثره في منتخب مصر نجمنا وليد سليمان. هذه هي الاوراق الرابحه هجوميا لمنتخب مصر مع كيفيه بقى استخدامها في كل مباراه والتغيير في مراكزها او تبادل الادوار بينها، ده بيبقى حسب شكل اداء المنافس وحسب الرؤيه الفنيه للجهاز الفني بقياده اجيري. عن هذا الامر بيقول غارسيا انه ممكن الاعتماد على نجمنا محمد صلاح كراس حربه صريح في المباراه القادمه مساء الاربعاء المقبل ان شاء الله امام الكونغو، وانه قد يكون هذا التكليف مناسب للمباراه الجايه او شكل الاداء الفني اللي تابعوه في المباراه الاولى لمنتخب الكونغو، وان التغييرات دي امر متعارف عليه عالميا لاستغلال الاوراق الهجوميه والقوى الضاربه هجوميا لاي فريق حسب المتغيرات الفنيه لكل منافس في كل مباراه. وقال اننا لم نفضل الدفع بمحمد صلاح في المباراه الاولى كراس حربه صريح رغم قدراته الكبيره تهديفيا وهجوميا، لانه كان جاي مجهد حسب تصريحات المدرب العام لمنتخب مصر ومرهق من موسم طويل جدا. طبعا شفنا فتره ليفربول هذا الموسم امتد معاه لفتره طويله جدا استثنائيه، لانه وصل مع توتنهام لنهائي الشامبيونز ليج او دوري الابطال الاوروبي لكره القدم، وبالنسبه لهم كان اطول موسم على الاطلاق للفريقين اللي اكملوا السباق الاوروبي حتى نهايته بعد مشوار صعب وشاق جدا فنيا وبدنيا في البريمير ليج او الدوري الانجليزي. عشان كده بيقول غارسيا المدرب العام لمنتخب مصر انه ربما الجهاز الفني راى انه لا يسبب مزيد من الضغط على محمد صلاح وهو بيعود وبينطلق انطلاقه جديده مع منتخب مصر بعد موسم شاق جدا، وانه قد يعتمد عليه بدءا من المباراه القادمه امام الكونغو كراس حربه صريح لمنتخب مصر. وأيضا تصريحات لمدير المنتخب الكابتن إيهاب لهيطة بيقول فوز أوغندا لم يكن في صالحنا ووضعنا تحت ضغط. دي تصريحات أدلى بيها القناة تايم سبورت مدير المنتخب، بيقول فوز المنتخب الأوغندي وضع ضغوط علينا جميعا، وعموما الجهاز الفني حضر تلك المباراة، واليوم سيكون هناك محاضرة فنية في السابعة مساء سنعالج من خلال القصور الفني الذي حدث في مباراة زيمبابوي. طبعا الكابتن إيهاب لهيطة بيتكلم بلسان الجهاز الفني لمنتخب مصر وهو أدرى بالأمور والحسابات الفنية لنتائج وشكل أداء المنافسين في مجموعتنا، بنتكلم عن كل المنافسين زيمبابوي والمنافسين اللي هنقابلهم في المباراتين القادمتين سواء كنا بنتكلم عن الكونغو أو أوغندا، لكن أعتقد أن منتخب مصر لديه من القدرات من اللاعبين أصحاب الخبرات في عالم الاحتراف وبالمعايير التسويقية وقدراتهم التهديفية وكل ما هو معروف عنهم مع رصيد الخبرات الأفريقية مع ثقتهم في نفسهم والجهاز الفني وإمكاناته وعامل الأرض والجمهور، أعتقد أن عندنا من المميزات فنيا جماهيريا تنظيميا كل ما يساعدنا ويرجح كفتنا على المنافسين في مجموعتنا، ولكن الكلام طبعا كل الحسابات المهمة الخاصة باحترام المنافس أمر يحترم، وأنه الجهاز الفني بيراجع حساباته الفنية ويشوف إزاي يخلي موقفه أحسن سريعا بدءا من المباراة القادمة بعد فوز منتخب أوغندا بمباراته الأولى أمام الكونغو. فأعتقد أن الكابتن إيهاب بيعبر عن ما نقدرش نقول قلق قد ما نقدر نقول حسابات دقيقة لمنتخبنا الوطني، بيدرس الأمور بشكل دقيق ولا يستهين بأي منافس مهما كان فيه فوارق، لأن فعلا منتخب الكونغو أيضا مستواه الفني الكل شاف أنه قدم في مباراته الأولى مستوى فني جيد و
ويجب التعامل معاه بتركيز شديد جدا. لكن الكابتن إيهاب بيتكلم عن الكل بنفس درجة الاهتمام بدءا من مباراة الكونغو القادمة، لكن أعتقد أنها لا تصل لدرجة القلق، لأن منتخبنا لديه من القدرات على مستوى اللاعبين والجهاز الفني غير عوامل زي الأرض والجمهور وإقامة البطولة على أرض مصر ما يجعل كفته أرجح كثيرا إن شاء الله، وده شغل الجهاز الفني المتوقعين بدءا من المباراة القادمة، ودي قدرات لاعبينا اللي احنا عندنا ثقة بلا حدود فيها إن شاء الله وتنعكس على أدائهم في المباريات اللي جاية. وبيتابع ايضا يعني باقي تصريحات الكابتن ايهاب، بيقول غياب النني عن مواجهه الكونغو المقبله لكل شخص وجهه نظره، القرار لم يحسم بعد، هناك اكثر من جلسه تدريبيه او تدريب للفريق، واجاري يثق في جميع اللاعبين، ولكن لم يحسم الحديث مدير المنتخب عن غياب او مشاركه اي لاعب. وبيؤكد كمان الجميع ان القوى الضاربه مكتمله للفريق، ونجمنا احمد حجازي اللي تحامل على نفسه تم شفائه تماما وتم تاهيله من الاصابه بكسر في الانف، وموقف طبعا الكل بيحترم وبيقدر جهد حجازي وعدم قبوله لرؤية الجهاز الطبي في الوقت ده اللي قال انه بيشوف ان الافضل ان حجازي يخرج من الملعب، لكن حبه لمنتخب بلده ورغبته في العطاء وفي القتال بلغة الرياضة داخل الملعب والاستمرار في هذه المباراة الافتتاحية امام زيمبابوي امر طبعا الكل اشاد بيه، ودي الروح اللي احنا دايما بنتمناها في لاعبينا سواء على مستوى المنتخبات الوطنية او الاندية في منافساتها الدولية. خلونا نعرف مزيد من التفاصيل ونناقش تفاصيل أكتر عن النادي الأهلي وانطلاقته في الموسم الجديد، عن مستوى البطولة مع انطلاق مبارياتها، عن المنافسين الأقرب إلى المنافسة مع منتخب مصر اللي الكل بيجمع أنه من العناصر أو أصحاب النصيب الأكبر من الترشيحات في المنافسة على اللقب لعوامل كثيرة جدا سابق ذكرها وحضراتكم تعلموها جيدا. خلونا ننتقل بعد الفاصل وبعد قليل حوار مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت. اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، ونرحب بالناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفه اليوم السابع الاستاذ عصام شلتوت. مساء الخير واهلا بحضرتك استاذ. اهلا بحضرتك يا استاذ جني، منور. سعداء بنورك وسعداء بوجودك معنا. ربنا يخلي حضرتك. من اين تريد ان تبدا الحديث عن كاس الامم الافريقيه؟ خلينا نسمع رايك في البدايه في الافتتاح. لا يعني افتتاح مبهر جدا، افتتاح سنظل يعني نتحدث عنه كثيرا، افتتاح سبب لمصر كل ما يمكن أن يكون فخر لأجيال قادمة، افتتاح هيخلي إن شاء الله في مناسبات أخرى عديدة مصر مؤهلة ليها هيصعب قوي على الأفكار على الشباب العظيم والمسؤولين الأعظم، لأنهم يعني بين تنصيص إدوا العيش لخبازه إزاي ممكن يعملوا النقلة اللي بعد دي، لأنه ما تم خلال هذا الافتتاح هو يعني النموذج الأحدث، هو الموديل الأفخم، وبالتالي أحدث تكنولوجي أفضل ما يمكن أن يكون من تركيب العقل المصري بوجدان أفريقي على أرض الفراعنة، لكنه استشرق بالمستقبل لما أنت تستخدم ما بعد الفوركي كمان. وبالتالي أعتقد أنه زي ما قلت لحضرتك يكفي فخرا لهذا الوطن أنه السيد إنفنتينو يؤكد أنه الافتتاح الأعظم مما رأى، ومن ثم أكد على ما قلته الأولى لما شاهد حفل القرعة وقال أنه ده حفل القرعة النموذج بما في كأس العالم، صحيح ما قالش أني واحد لكنه يقصد آخر كأس عالم بروسيا، رغم هذه يعني الجهود التي بذلتها الدولة الصديقة روسيا، لكن الرئيس أعطى ما يمكن أن يكون عنوان واضح، مصر عندما تنظم يجب أن تأتي بالأفضل على الرحب والسعة لقارتها وضيوفها من العالم أجمع. هل شكل ونجاح الافتتاح بهذا القدر يا أستاذ عصام، هل حضرتك شايف أنه رفع سقف الطموحات عند المصريين وثقتهم في قدراتنا على أحداث عالمية وأحداث أكبر كروية؟ مؤكد أنت مؤهل الآن للطريق إلى، مش بس مؤهل يعني استقطاب بطولة، المصريين فعلوها في دورة الألعاب الأفريقية في 91 يعني بأولمبيك جيمز لقارة عظيمة زي القارة الأفريقية، فعلوها كثيرا في سبعينات القرن الماضي بافتتاح كان مبهر وقتها في أمم أفريقيا في العام 1974 زي ما قلت حضرتك من القرن الماضي، و2006 و86
وبالتالي أنت الآن سقف طموحك يذهب نحو أن تكون دائما ضمن المرشحين. حطها كده زي لما كان عندنا لاعبين محترفين على مدار أجيال، ولكن سحب محمد صلاح النموذج الكروي المصري خلفه ليكون في العشر الكبار دائمي الترشيح، دائمي الترشيح. وبالتالي مصر لم تعد وفقط مؤهلة لاستقطاب حدث عالمي فيما بعد القارية، ولكنها أيضا وضعت في قائمة إذا بحثوا عن بدائل عن 10 أسماء تنظم أحداث عالمية، مصر في القلب من هذه القائمة. ده كلام ما هواش يعني استدعاء لحماسة وطنية ولا حتى بدي بلدي حقها، لا، هذه هي الأرقام، هذه هي الاحترافية بوطنية. طيب، على مستوى متابعة حضرتك كناقد رياضي كبير وفي مجال عملك على مدار السنوات بتهتم كمان بمستوى التطوير والإنشاءات والبنية التحتية الرياضية في مصر، الكابتن محمد فضل وله طبعا كل التقدير هو وفريق العمل القائم على إدارة البطولة قال إن احنا عملنا نقلة كبيرة جدا تمثل سنوات للأمام في أيام قليلة أو في أشهر قليلة جدا استعدادا لكأس الأمم. حضرتك شايف إزاي النقلة اللي حصلت على مستوى استاداتنا وملاعبنا؟ هي بالأرقام، يعني دع الأرقام تتحدث عنا، يعني وبالتالي ما يتم عمله في 2 سنين و6 شهور وأيام رسميا، يعني عندما تسند البطولة لبلد ما اختصروا المصريين 4 شهور ونص بينهم شهر رمضان المعظم بما هو معلوم عنه من روحانيات من تقليل لود العمل، وبالتالي قول 4 شهور اختصار لجهد زي ما قلت حضرتك 2 سنين و7 شهور إلا أيام. لا، دي عظمة المصريين، دي نقلة المصريين الذي يعرف عنهم أنهم عندما يريدوا يفعلوا، ولكن أكدوا بقى أنهم حاضرين في المواعيد الأصعب كمان. وبالتالي لدينا الآن أرينا القاهرة، اطلق على استاد القاهرة أرينا القاهرة بملء فيك يا صديقي، يعني لأنه خلاص الموضوع انتهى شأنه. الموضوع الآن أن حجرات الملابس عالمية مش تشبه العالمية، الموضوع الآن أن أرضية استاد القاهرة هي نفس النسخة في الكوزموبوليتان وهي الأحدث في العالم. عايز تقول للناس مش هنا مش التطوير مدريد هو اللي الناس شايفاه في التلفزيونات وعلى الشاشات؟ لا طبعا كل الكواليس وكل التفاصيل طبعًا داخل الاستاد مستواها وصل للشكل ده، مستواها وصل للعالمية، ما هواش لا إضافة ولا نقصان، مستواها وصل. يعني التفتيش العالمي عندما يحضر هيلاقي أرينا برلين زي أرينا القاهرة زي ملعب السويس زي برج العرب زي الدفاع الجوي زي السلام. منظومة الدولة صديقي وزميلي العزيز عملت، والدولة وأنا أكدت مع حضرتك حتى عن الدوري أيام تحدثنا عن التأجيلات والمواعيد والاحتراف الكامل، الدولة مدت يدها نحو ملف أن الرياضة صناعة، صناعة بهجة من ناحية واستثمارات وكذا، استثمارات حقيقية بشركات وطنية. أنت ترى الآن الشركة الوطنية التي تفعل ما هو عالمي، عمال أدور لك على مصطلح يعني في السوادة في النشان، التي تقدم نموذج لحجز التذاكر تذكرتي، أنت تتحدث عن الفان اي دي في ثاني مرة يطبق بعد كأس العالم، أنت تتحدث عن خلاص قطع يد من يعني تسول له نفسه انه يقرب جنب جيب المصريين بمشروع عظيم. سعيد بالقصه دي يا استاذ عصام، انا بقول لحضرتك اهو خلاص ما حدش هيمد ايده على جنيه زياده في تذكره، انت لديك الان ما هو حصري للمواطن المصري في تايم سبورتس وهي وطنيه، وديك شايف نجوم العالم تستقطبهم ونجوم من حولنا من عرب من أفارقة من محترفين، نموذج مختلف تماما، نموذج يؤكد فعلا أن شركاتنا الوطنية، ومرحب طبعا بالتعاون مع مستثمرين أجانب، وبالتالي أنت فتحت لهم الكادر للحضور بسرعة عشان يستثمروا في صناعة الرياضة وفي القلب منها مصنع كرة القدم. وبالتالي وانت باصص ببساطة شديدة هذه النقلة تحتاج للاستكمال، مش الاستكمال عليها، لا، انها تفضل تدور بهذا الشكل، وبالتالي نريدها محترفة. بمعنى هل سننقل التجربة، تجربة الفان اي دي والحجز، حجز التذاكر الكترونيا وكل التفاصيل الخاصة بالشغل الديجيتال الشغل الرقمي اللي احنا عاملينه في مصر، الفاضل هل ده هيستمر معانا في المسابقات؟ يا سيدي الفاضل انتهى الامر، ملف الصناعة و
أصبح الآن زي ما فتحت كل ملفات الاقتصاد والزراعة ومحاولات إصلاح التعليم المجتهدة جدا ومحاولات تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى من العام 2013، أظن كلنا وقعنا وثيقة أن نقلنا عنواننا بقى اسمه مصر الجديدة. وبالتالي أعتقد أن ملف الرياضة آن أوانه وفتح، وبالتالي الدولة لن تتدخل كما كان يحدث في السابق، تلعب هي كرة قدم فترفع اتحاد أو تضع اتحاد أو تطالب بكذا أو ماذا للأندية أو للمنتخبات، لا، هي الآن تطالب بالصناعة، أولاً لأنها صناعة البهجة، وأولاً مقرر لأنها أمن قومي، وأولاً يعني متلت اللي هو تريبل، يعني لأنه ده هو حال لعبة تحول البهجة إلى زي ما قلت حضرتك استثمار، وتنشأ على يعني شاطئي نهرها الكثير من فرص العمل والكثير من الاستثمارات. يكفي الصورة التي تبث، يكفي أن سيارات البث الأحدث عندما يتم يعني استخدامها إلى مصر تخرج من المواني على الملاعب، مش بس على المخازن ثم يعد توزيعها، وده يدي لك المدلول أن الدولة طلبت أن كل شيء يكون ممنهج، أن كل شيء يكون محترف ومحترم، وأن الشعب المصري الشعب المصري الشعب المصري هو ما يجب أن يتعامل VIP، يعني كل دول VIP، لم يعد VIP دي مجرد تذكرة أو دعوة، أصبحت VIP عمومية أو لعموم المصريين. معلش، بعض الناس اللي بتابع حضرتك دلوقتي قد بيفكروا بالطريقة اللي أنا هسألها دلوقتي، يقولوا يا أستاذ عصام، طب المنطق بيقول الشغل اللي احنا عاملينه ده كله وهذا الإنفاق وهذا الشكل الرائع المتحضر والعالمي اللي زي ما حضرتك قلت بمعايير عالمية، ألا يحتاج بقى أن احنا نعيد الرؤية والاستراتيجية الرياضية في فكرة تطبيق دوري المحترفين، وان في لجنه او رابطه للمحترفين؟ هو ده اللي بقوله لحضرتك، الشغل الاحترافي في تنظيم البطولات. يعني ايه الدوله طلبت؟ ما هي الدوله مش طلبت لمساحه صغيره الا وهي بطوله الامم، هي طلبت لنموذج صناعه الرياضه وفي القلب منها مصنع كره القدم، لانه يستطيع انه يدي كل المصانع دي رؤيه ونفس. لكن المؤكد أننا لن نرى متطوعين بعد كده، مش الفالنتير والشباب، لا لا لا، ده دول اللي استثمرنا فيهم، أكيد من استثماراتنا، ودول اللي خرج من بينهم اللي عمل التميمة وعمل وعمل، ودول اللي بننتظرهم في المستقبل. لكن الآن هو وقت المحترفين، إنه البورد ده يقعد عليه ناس اسمهم رابطة ياخدوا فلوس عشان ما يجيش آخر السنة يقول لك أنا راجل متطوع ما تتكلمش معايا، لو سمعت أنا بقى بقطع من قوتي وقوت عيالي. لا يا عم، روح لقوتك وقوت عيالك، احنا عايزين واحد قوته وقوت عياله من تطوير الصناعة دي، وجعل الدوري المصري في أول موسم بأربعة لخمسة مليار جنيه، ويعني حاسبني على الكلام ده، إذا ضبط أداؤه، إذا احترف أداؤه الإداري، ألا أتحدث عن الفنيات، الفنيات إحنا لدينا جبال ومناجم المواهب يا سيد الفاضل، لكن نسيء استخدامها. الآن هو أوان باقي النسخة، وأنا قلت برضو مع حضرتك إن إحنا محتاجين نسخة يتم تعريبها، مش محتاجين مؤلفين مصريين، محتاجين اقتباس، اللي هو دوري شبه أي دوري بس النسخة تترجم عربي، مدارس زي اللي بتعملها كبريات الأندية في قلب القارة السمراء بس تتعرب، وكذا مواضيع، مش بقى أبو شلاطة وأبو الركب بيعملوا أكاديميات. طب أنا هرجع لحضرتك للأسف المصرية، بعتذر على المقاطعة بس لابد أن أتوقف الآن مع فاصل قصير، وبعد الفاصل هرجع لحضرتك نجاوب ما هي الفترة الزمنية اللي بيتوقع خلالها الأستاذ عصام شلتوت أن يتم تطبيق هذه المؤشرات الاحترافية الرائعة على مستوى المسابقات المحلية. دلوقتي ولا الإجابة بعد الفاصل؟ اهلا بحضراتكم مره تانية، ونجدد الترحيب بالناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. استاذ عصام شلتوت، قبل الفاصل حضرتك كنت بتقول انا اتوقع، وقلت حسبوني على الكلام ده، ان كل ده هينتقل كل معايير الاداره الاحترافيه للدوري المشابهه للدوريات الاوروبيه الاكثر نجاحا في العالم هتنتقل ان شاء الله لمصر. الناس اكيد تتمنى تعرف ده خلال قد ايه ان شاء الله. ده طبيعي جدا، ما فيش فواصل زمنيه، انت داخل على موسم جديد يجب ان يتم فيه تجريب اللي وصلنا له، ولا هنجربه امتى؟ مش هنعمل ستوب موسم كمان، لانه الطبيعي جدا انه اللي قلته لحضرتك عن وصول منشاتنا وفكرنا للعالميه
في النص طبعا أثناء العمل والتجريب وكذا هناك ما يمكن تعديله وتطويره، يعني بعض الأخطاء المسموح بيها طبيعي جدا أو بعض النواقص طبيعي جدا، وبالتالي أنت بقى هتروح لامم الملف وتدي العلامات كلها وغالبا كلها صح 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 إلا مثلا نمرة، وبالتالي هتستكمل النمر دي وتبدأ تدور موسمك القادم بنسبة 90% على الأقل من اللي انت وصلت له في أمم أفريقيا، ولا إيه الفايدة؟ يعني هناخد ده نخزنه يعني، يعني ملف النجاح ده ناخده ونقول مؤجل، ناخده ونقول للناس قدامها فرصة يعني الهاوي يروح يعمل يطلع بطاقة محترفة؟ لا. يعني طب وجود لجنة لإدارة الدوري بتمثل رابطة أندية المحترفين في الدوري الممتاز المصري ده ممكن خلال قد إيه؟ يفترض ان الانديه تطالب، هو انا وحضرتك اللي هنطالب لها الوقت الانديه دي عايزه تكسب ولا لا؟ اكيد. الجمعيات العموميه دي عاوزه الافضل ولا لا؟ عايزه تنفق على كره القدم ثم كره القدم يبقى ليها انكم ولا لا؟ اكيد. وبالتالي يعني لابد من احترافيه كامله، والا محدش هيستحملك ومحدش هينفق عليك من غير مدخول. عشان كده بنقول الاستثمار الحقيقي هو صناعة ينتج عنها منتج للبيع للتسويق، سميه زي ما تسميه، مش بس للتشويق، لا للتسويق، وبالتالي هي منظومة محترفة، هي منظومة من لا يستطيع أن يدر لها أرباح عليه أن يبتعد فورا ويترك مكانه ويخلي مكانه للأنجح للأفضل للأكفأ. ويعني الموضوع مش ممكن تقول عليه بسيطة ما تستبسطهاش، لكن ما تقولش عليه أنه صعب، ما تقولش عليه أنه مستحيل. إحنا مش هنقدر نتحمل تاني فكرة هذا المتطوع حتى لو حسنت النوايا، لأنه في الآخر أحياناً الطريق للجحيم مفروش بالنوايا الحسنة. صحيح. يعني ده كلام لوجيك جداً جداً جداً. يعني حضرتك بتقول أنه مش ممكن الأمور في مصر تستمر في إدارة الرياضة بشكل الهواء اللي هي مستحيل. الشكل القائم ده مستحيل، لابد من مزيد من العمل الاحترافي، لابد من شركات أمن، بس برضو نرجع تاني للمسجل يعني وموقعين عليه، من فكرة أنه بقى المرة اللي جاية أو الشهور القادمة نلاقي الشركات دي مصورالنا كروهات من عندها، مجموعات يعني من عندها، وهي بتشوف تنظيم ماتش في أوروبا، وهي بتشوف تنظيم ماتش في الدوري الإيطالي، وهي بتشوف تصوير ماتش في الدوري في أمريكا اللاتينية، لأن عندهم برضو جماهير مهووسة برضو قريبة مننا، مهووسة كرويا يعني. وبالتالي لابد أن أنت تتابع الدنيا حواليك ماشيه ازاي وبيتعاملوا مع التجارب. احنا جبنا الفان اي دي ده منين؟ وجبنا تذكرتي منين؟ وليه مدت الدوله ايدها ومنعت سرقه المصريين بالحصري الذي لا يعرف الا في منطقتنا؟ انا بقولها لحضرتك اهو، الشبكات اللي بيعات الفساد في الاتحادات القاريه والدوليه بتبيعها لها، اوعى حضرتك تسمح لمشاهدينك ومتابعينك انهم يصدقوا ان البيعه دي تمشي في اوروبا. لا، البيع دي ناحية المناطق اللي زينا التي لا يدافع عنها أحد. لكن افتكر كده الدولة المصرية عملت ايه في مواجهتها مع عيسى حياته، رفعت للمحكمة الاقتصادية، لكن الموضوع محتاج بقى محاكم عابرة للقارات زي ما بيقولوا. ليه؟ لأنه مفيش حاجة اسمها كده. انت تقدر تشتري حقوق، تشتري حقوق انك تاخد النجم بعد الماتش، تقعد معاه على جنب يقول كلمتين، تجيب عليهم إعلانين، لكن التسعين دقيقة وما حول المباراة خلال مشاهدتها ده حق للمواطن. ممكن يكون في زي ما اشترت الناس الاريا اللي هي زي ضريبة التلفزيون معمول بيها في كل العالم على فكرة، ضريبة التلفزيون دي بس ايه، جنيهات معدودة مش أرقام. وبعدين احنا لازم نتعلم يعني او نغرس في انفسنا واولادنا ثقافه الامتناع. انت النهارده اللي مع شبكه كل بطوله تيجي يقول له هات فلوس، جيبت ماني يا عزيزي، عارف الافلام بتاعت القرنص، يا جورج جيبت ماني يا عزيزي. لا، الموضوع مش كده، الموضوع ان الدوله قررت، واجمل ما في القرار هو الاتيان باهل الخبره. إذا طلعوا أهل ثقة على الرحب والسعة. طيب احنا لكن أين دور الاتحادات الدولية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الدولي، أين دورك أنت؟ الاتحادات الرياضية العالمية، لو الاتحادات دي مش ملايكة، أين دورك أنت؟ هو ده الدور اللي مصر لعبته في مواجهة الفساد، وساندت أجهزة الدولة خلق جيل أو كادر جديد اسمه أحمد، واتحاد يعني بداية إخلاءه من الفساد. هكذا فعلت أيضا عضوات جمعية عمومية في الفيفا لما أطاحت ببلاتر، والآن بلاتيني يحاكم في أوروبا. ومن ثم أنت تحتاج لفتح الكادر علشان نقدر
نحاسب ونتحاسب، لكن تاني نرجع أسرى لتجار الفساد والسواد، هم اللي بياخدوا وش يعني الصينية، مش هقول الكريمة لأن مش كل الشعب يأكل كريمة، خلينا نقول صينية، واخد بالك؟ ده مستحيل الصمت عليه والصبر عليه. ثم أنا يا سيدي عاوزك ليه؟ وبعدين لو أنا عاوزك عليك أن تختار تشتغل في الكورة ولا في الإعلام ولا تاجر شنطة ولا صاحب بيزنس ولا إيه بالظبط؟ كل حد يبقى عنده تخصص، تخصص واحد ما دون ذلك. اتفضل بقى حضرتك والجند الصغير والجند الكبير اعملوا الجند جروب بتاعتكم انتوا، خلاص فاميلي بيزنس، ده موضوع تاني بقى. بعيدا عن فينا. اي مال عام في الرياضه فينا. طبعا طبعا. طيب احنا هننتقل من الكلام اللي قلناه عن شكل التنظيم والافتتاح الرائع بشهادات واشادات محليه ودوليه لتصريحات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة الافتتاح: البطولة وتنظيمها سواء الإجراءات الأمنية أو طريقة حجز التذاكر كانت أكثر من رائعة، وعلينا أن نحافظ على ذلك، وهي فرصة لنا لحضور الجمهور والاستمتاع باللعب في الدوري والمسابقات المحلية. وأضاف: أعتقد بعد ما شاهدته في مباراة الافتتاح ستكون فرصة كبيرة لاستمرار الجماهير في المدرجات وبطولات الدوري والكأس المحلي. دي تصريحات لرئيس الجمهورية شخصيا، قمة القيادة السياسية في الدولة، بتقول أو بتعبر عن موقف الدولة بشكل عام أنه هناك اتجاه زي ما حضرتك قلت الاستمرار بقى ولملء الاستادات في مصر بالجماهير في الفترة. ما ده اللي بقول حضرتك، عندما تحدث الرئيس هذه اللغة هذا يعني أنه جلس مع الحكومة المصرية كل في مكانه وأطلق صيحة ادي العيش لخبازه، ومن ثم تراقب الدولة، وبمعنى أدق أهل الاختصاص موجودين ادوني بقى تقارير كدولة عن الاحتراف، ادوني تقارير عن صناعة كرة القدم دي كيف يمكن أن تظل الاقتصاد المصري، ادوني تقارير عن صناعة البهجة للشعب أولا، ثانيا لحجم سياحة تعوض غياب السياحة العامة بفعل بعض خفافيش الظلام، واللي قريبا أكيد يعني ريشهم هنتجاوز ده إن شاء الله، ريشهم بيكسر خلاص يعني. وبالتالي زي ما بقول لحضرتك أجمل ما في الموضوع أنها قرارات مدروسة، ولم يعد من بين إطلاق هذه القرارات أن الدولة ستنفذ في الجزء الفني، لكنها ستراقب بالمعنى الواضح كما يحدث في كل العالم. هيبقى غير مسموح زي ما قلت لك بالفساد والإفساد. يعني هنا هل حضرتك بتؤكد أن الدولة تريد أن ولديها الإرادة لتحقيق هذا التحول، أن الرياضة في مصر وكرة القدم والرياضة بشكل عام تتحول إلى نشاط رابح طبعاً وليس نشاط خاسر؟ طبعا، ما عدا الرياضة الأهلية اللي هي الرياضة للجميع، وهذا يعمل عليه، وديك شايف في كل مكان في ممشى ومراكز شباب مفتوحة وكذا، لكن لم يعد كلام على مستوى قطاع البطولة. ده اللي بقول حضرتك، لم يعد بالإمكان أبدا أن تتحدث عن فكرة يعني نشحت على الكورة وكأن الكورة دي شيء عاجز يعني جات له جلطة، لا ده هو كده اللي فاضل لهم جلطة ويطلعوا برا، بمعنى انه دي لو لم تعطي الاقتصاد حقه كرة القدم الصناعة دي من عملة صعبة من تصدير سلعة اسمها لاعب الكرة او منتج اسمه لاعب الكرة للخارج، ومن ثم دوري هو الاهم في قارتين جنب بعض افريقيا واسيا، ولا العجب مصر مشاركة في القارتين بارضها وجغرافيتها، ومن ثم ايضا اول رقم ممكن تفاوضني فيه عن الدوري المصري من غير ما يقول لك حد هيتفرج عليه حصري، مش صحيح، طلعت كذبه. كل دوريات العالم بما فيهم الدوري الانجليزي يرى المشاهد الانجليزي في ثلاث قنوات بيتوتي. انت بقى عايز تشتريه على جنب يا ناصح، روح اشتريه بقى وهات بيكن باور وعلي باور ومحمود باور واعمل بيهم استوديو، فتديهم فلوس مقابل حاجات خاصه، لكن لا تحتكر المنتج على الاطلاق بهذا الشكل. لا يجوز يا سيدي، ولا ده من دواعي المكسب كذاب اللي يقول لك اصل لما بيدونا الفلوس دي نصرف على الكوره، مش صحيح. الكوره تصرف على نفسها، الكوره منتجاتها كثيرة جدا، بدل من الإعلان للسوفونيرز للتسويق للمسابقات للي يا خبر أبيض، ده كنوز الأرض يا أخي. الكرة هي مصباح علاء الدين لمن يريد احتراف. يعني هل بنتوقع من كلامك يا استاذ عصام، حضرتك بتقول ان احنا مقبلين على نوع من الصراعات هتزداد حدته على المستوى الدولي من اجل الحفاظ على حقوق المشاهد العادي دون ان يدفع مبالغ ماليه في متابعه المباريات عالميا؟ مؤكد. اللهم الا زي ما قلت لك ما يسمى في الغرب بضريبه التلفزيون، ما يسمى في، على فكره مصر في ستينات القرن الماضي كان في ضريبه التلفزيون، ده اعتقد كان اللي بيشتري جهاز بيدفع 2 جنيه حاجه كده، انا فاكر نقلا عن جدودنا يعني. وبالتالي انت تعود الان
مع مصر الجديدة زي ما وقعنا العقد كده في 2013 جميعا على وثيقة واحدة، أنت تعود لتحديث الدولة المصرية، أنت تعود للفيرجن الجديد للدولة المصرية. واخد بالك؟ هنا هو الكلام المباح. ليه؟ لأنه خلاص ما عادش ينفع تدخل حد في إيدك ببلاش. ببلاش ليه حضرتك؟ ببلاش ليه؟ أنا ما أنا دي برضو مش مفهومة يعني. لا ببلاش ولا احتكار، يعني حضرتك بتقول يبقى في اكتر من مصدر بيمتلك تقديم الخدمه، يبقى في منافسه منهم لصالح المشترك. طبعا ولا هي الخدمه ببلاش مفترض انها تقدم بدون اي مقابل لانها لها تكلفه، بس خير الامور الوسط ان يبقى في توازن واكثر من متنافس في عرض الخدمه وتقديمها اعلاميا. الوسط يبقى في تنافس ليه؟ علشان انت تدرس السوق فتعرف ان زبونك ما يقدرش يدفع الا 100 جنيه في التذكره، فتعملها ب 100 جنيه انت كسبان وهو دافع. لكن حضرتك بتقول يبقى في توجه عام دولي ضد الاحتكار ده اللي هو القاري للخدمه الرياضيه. خلاص ده ما هو الاحتكار. لكن الان الملف الاهم هو ان تعمل مصنع او مصانع الرياضه، وفي القلب منها مصنع كره القدم، كما تعمل كبريات المصانع من غير كلام زيك زيه. هو كلام كلنا، كل مشاهد بيسمع حضرتك دلوقتي وكل مواطن مصري هيسعده سعي الدولة انها توفر نوع من العدالة اكثر لصاحب القدرات المالية وللقدرات المحدودة وللغني والفقير بشكل سواء، انه يبقى عنده الحد الادنى من الخدمة المطلوبة اعلامية. بس عشان نقدر نحقق ده دوليا يا استاذ عصام، اعتقد انه هنحتاج ان العالم يلتفت لده معانا، الاتحادات الدولية تتحرك لوحدنا مش هنقدر نحقق ده. الاتحادات الدولية دي عشان تتحرك ابسطها، ان هي اللي بتوقع الاتفاقيات دي لجمهور حضرتك العظيم. الاتحاد الدولي لو قرر يبيع كاس العالم واحنا عرفنا ان احنا وتونس وليبيا والجيزة وكوبري عبود مش هنتفرج، كلنا نروح نقول لهم احنا مش هنخش الاتحاد الدولي؟ هيقولوا لا، لانه انا متأكد انه طالما لا نطالب او لا نعارض بيعات الفساد دي محدش هيسمع لنا. هيسمع لك ليه؟ ما انت مشتكتش. بس حضرتك بتقول ده مواجهته عايزة مواقف، لازم مواقف، والاهم ان تكون جماعية زي ما مصر عملت في ملف هاي القضية. لكنها قضية تحتاج بعد المحاكم المصرية يعني، أو بيسموها المحاكم داخل أراضينا يعني، إلى الانتقال للمرحلة الدولية. أعتقد أنه المملكة العربية السعودية دخلت الصراع ده ناحيتهم هناك بشركة، وأظن أنها كسبت جولة في التقاضي الدولي أيضا، ومن ثم لا الموضوع ما عنديش طبعا عارف الصراع اللي يدور زي ما حضرتك قلت في هذه المنطقة، ولكن ليست لدي معلومات محددة عن موقفهم قضائيا مع بعض. ما عنديش المعلومات النهائية، لكن ان في صراع قائم حتى قضائيا، ان الصراع قائم، وان هناك يعني بصيص من امل هتعلق هنا. حضرتك بتتكلم عن مواقف ضرورية لمواجهة طوفان بالمليارات وتوقيعات وعقود مغرية جدا بالمليارات دوليا عشان تغيير الوضع القائم ده دوليا. عايز تحرك دولي، عايز زي ما حضرتك قلت تعاون دول عربية وافريقية. بالظبط بالظبط بالظبط. وعايز بقى تجرب على الارض مشروعك زي تايم سبورتس كده. ما هو مالك في ايه؟ صحيح قد يكون هناك بعض الارهاق، قد يكون هناك يعني، لانه الناس عايزه فجاه كلهم عايزين نفس الجهاز. ممكن انت رحت وانا رحت وده حقيقي، انا ما بنقولش الدنيا بيس، لكن ما هكذا التعديلات، هكذا الانتقال، انه تدريجيا خطوه بخطوه. الامور اسكندريه بتقطع مشوار، المشوار ده برضو فيه مطب وفيه اسفلت مكسر وفي تركن شويه وفي العربيه كانت عايزه تروح التوكيل. ان حضرتك تقول حتى لو في اخطاء دي امور طبيعيه في تجربه وليده او في إيه هي التجربة. عرفنا ايه هي ستعدل، عرفنا ايه هي خلاص، وعرفنا زمن اصلاحها. تخيل بقى عرفنا ايه هي وعرفنا زمن اصلاحها، عشان برضو الناس تقولكش انتوا مش حاسين. يا عم لا حاسين والله، كل في مكانه ومجاله. مش بنقول ان كل شيء مثالي ولا كل حاجه الامتناع يا استاذ محمد، لابد ان نجرب ثقافه الامتناع. صدقني هذه الشبكة الحمقاء اللي بتفقد زباينها اللي كانوا ساكتين وساكتين ومتنالين على عينهم بالبلدي كده، ها تخيل لما يجي كوبا امريكا او افريقيا يقول لك عايز فلوس اضافية، تخيل لو ما اديتلوش. هي امر غريب بصراحة يعني، تخيل لو ما اديتلوش. هي قطاع خاص بنتكلم عنه، امر لا يعنيني بشكل مباشر. لا انا بكلمك عموما، انا بتعجب ان اي شخص في العالم يقول للمستهلك وقت اقتراب الفترة الخاصة بتقديم الخدمة نفسها اضيف على التعاقد اللي بيني وبينك. امر غريب جدا. انا متعاقد اساسا. ثقافة الامتناع في كل العالم، المصريين اخرجوا واحدة من كبريات السلاسل التجارية لانها اخطأت خطأ، خرجوها بليل وخلوها تنهي اعمالها.
ولا حد عشان هدف طوبه ولا يحزنون، مش هنشتري من عندكم يا عم، مش جايين عندكم. حضرتك كلامك منطقي بشكل عام، لاني لا اتطرق لشبكه بعينها او غيره، لان دي امور كل واحد هيقول ده حقنا احنا وعملائنا ومشتركين. احنا بنتكلم عن العداله في التعاقد. انا بكلم شعبي اللي انا منه هو مني، واللي والله العظيم كده بالبلد اهو، وانا الحمد لله قريب من الناس في كل حته والحمد لله، وده شيء بيسعدني جدا. انا اول واحد اروح يا عم معاهم في ثقافة الامتناع دي، لكن برضه ثقافة الامتناع ما ينفعش واحد لوحده، عشان ما التاني ما يطلعلكش لسانه يعني انه انتصر عليك، لا جرب كده. لا ولا احنا بنقول ولا دولة لوحدها يا اخي، جرب. محتاجين يبقى تنسيق عربي على مستوى أفريقي. المواطن، لا على مستوى الدول. مصر دي قرارها واضح من 2013، حق المواطن لن يهدر، حق المواطن لن يهدر. وبالتالي بقى تعال على ثقافتي وثقافتك. احنا لو واجهنا ده مع واحد بيبيع شاي هينزل تمن الشاي، مش هنهزر اصلا، ما هو مش هيبيع شاي يا عم. وانا عشان كده بنقول توسيع تجربه الموقف الحاسم او المواجهه من كذا كذا مستهلك. نتكلم عن ملايين المستهلكين في عدد من الدول نسقت ان كده ما فيش عداله في المستوى المادي او التغطيه الماليه المطلوبه لتقديم الخدمه، هيبقى في رد فعل طبعا، مش جمهور بلد واحده او طبعاً جمهور من مجتمع واحد. ولو لا، بص مصر اعلى حسبة أكيد أكيد بالأرقام جماهيرية مع كل صحيح. الشركات لا، في المشتركين، في عدد المشتركين الأعلى بقى. الأعلى بأربع أضعاف وشوية بالأرقام، بأربع أضعاف من أعلى اشتراكات. مصر أعلى بأربع أضعاف وشوية. حضرتك تقصد مقارنة بأي بلد آخر في حجم الاشتراكات، أي سوق آخر، فأعلى سوق آخر أقل مننا، يصل إلى الربع تقريبا في حجم المشتركين. بالزبط. طبعا إحنا بنمثل ثقل دايما، لأن إحنا بنتكلم في أعداد ما يزيد عن 100 مليون، بس إزاي يحصل برق دولي، لأن مواجهة الأرقام وزي ما حضرتك قلت ده موضوع، وده موضوع إلى أن يتم التنسيق الدولي لمواجهة التعاقدات الدولية الفاسدة والقارية الفاسدة. أنا بقدم حلول بديلة. أنا بتكلم بقى على المتعاقد وبيدفع تاني، ده حاجة غريبة جدا، حاجه غريبه جدا. يلا هذا شأنه، خلينا احنا نقول ان الدوله بتدور على بدائل متاحه وجيده الى حين الوصول وعمل بقى قدمت. يلا بقى انت قدم لنفسك بقى انت كمان امتنع. طيب انا هنتقل من القصه الخاصه بالتعاقدات عالميا والمنظومه دي والاحتكار وكل المشاكل الخاصه باحتكار تقديم الخدمه الرياضيه واليات مواجهتها، وده كلام مهم حضرتك تطرقت له، للجانب الفني الخاص بكاس الامم الافريقيه. حضرتك شايف ازاي مستوى منتخبنا فنيا في الافتتاح بعد ماتش الكورة؟ ونتكلم بتفاصيل اكتر، وما شاء الله طبعا الاستوديو هنا فيه محللين يعني من اهل الاختصاص زي ما قلنا، لكن باعتبارنا نصلح للوجود يعني برضه حول اهل الاختصاص بنسبه كإعلاميين وصحفيين. لا بالكتاب بيقول مستنين ماتش كمان، لأنه المباريات اللي هي في الدورات المجمعة لا يخرج أبدا فريق بقوته كاملة، اللهم إلا لو كان من غير المصنفين اللي هي بقى يبدأ يظهر بقى مراحل الجهاد السوداء وكذا. إنما القوات الكروية العظمى، وحضرتك راجع حتى البطولة، نيجيريا لم تلعب افتتاح على هوا يعني مشجعي أو محبي النصور، المغرب بتفوز في اللحظة الأخيرة، مصر أيضا. شوف بقى عد الكبار يعني، كوت ديفوار ربما يعني كانت هناك لمسة، لكن برضو مش بحجم طموح من كان ينتظر كوت ديفوار بشكل مختلف. في آراء فنية قالت حضرتك تتفق ولا تختلف أن السنغال والجزائر هم المنتخبين اللي قدموا حتى الآن ما يقترب من مستواهم المعروف عنهم في أول لقاء. بس شوف أنت قلت ما يقترب، السنغال فازت بهدفين وعرض نوعا ما مرضي لجمهورها، مش أحسن حاجة عن المنتخب السنغال. والجزائر أيضا مع مرور مباراة والأخرى تقدر تحط رأيك أو تفنش رأيك النهائي يعني، هي لا زالت رتوش، وبالتالي علينا أن ننتظر مباراة أيضا للمنتخبات الكبرى، وفي القلب منها طبعا منتخب مصر. عشان كده أنا يعني وأنا جاي لحضرتك على الهواء سمعتك بتقول عن تصريح، عندنا تصريحين عايز حضرتك تعلق عليهم. دكتور محمد ابو العيله طبيب المنتخب الوطني بيقول ان احمد حجازي جاهز بعد ما اتحمل على نفسه في المباراه الاولى وكلنا اشدنا موقفه، وان المنتخب الحمد لله رب العالمين يخلو من الاصابات وفريقنا جاهز بقوته الضربه، وانه تم استشفاء او شفاء وعلاج احمد حجازي تماما من الكسر في الانف. وفي تصريحات لمدير المنتخب كابتن ايهاب الهيطه بيقول انه وضع علينا ضغوط فوز منتخب اوغندا بهدفين او فوزه بهذه النتيجه في المباراه الاولى لاوغندا. نروح اولا دكتور محمد ابو العلا وفكرة حواره عن اكتمال الصفوف احمد حجازي ليه قال كده، لان دكتور محمد ابو العلا ده هو لا يجيد الحقيقه تسويق نفسه، لكنه واحد من نبهاء الطب الرياضي وبننتظره مستقبل كبير. ليه؟ الحداثه،
هي دي النسخة اللي الدولة المصرية قررت أنها تبقى في الكورة أساسا، سواء الأنظمة أو الأفراد، وبالتالي هو يتابع كل ما يحدث في العالم. عشان كده لأن الأنف بعد أن يكسر، ودي كانوا بيعملوها مع أبطال البوكس بحسب علمي يعني، يكسروا لك مناخيرك مبكرا عشان ما تجيش في ماتش وتاخد الخبطة فتفقدك توازنك للحظات، يكون التاني هم دول لحظات الكافية للنوك أوت يعني. وبالتالي اللي حاصل ايه بقى؟ اللي حاصل انه انت بعد ده على طول بتعمل ايه؟ بتروح للحداثه بدل ما تقعد تربط وتفكر وتجيب تلج. والمصريين برضو احنا بنجيد الحل البديل او بلان بي، لكن طالما في بلان ايه ما نشتغل عليه. وبالتالي محمد ابو العيله لدي النموذج الاحدث لضماده تشبه يعني ما بيقولوا الجبس، عملها الحجازي فانتهى الموضوع. مسألة سهلة، اعتماد الحداثة. واقي اعتقد انه بياخد بيه المباريات بعد الإصابة عشان الواقي نفس النفسي المكان كمان. من تكرار الإصابة ونفسيا خاصة هي بتتكسر مرة واحدة. بقول لحضرتك بتوع البوكس بيكسرها له مبكر عشان ما يبقاش خلاص بيتدرب فيها تاني، لا هي بتتكسر ولا بتتعب، لكن هناك شيء نفسي مهم بيلعبوا عليه. ثانيا بتبقى لسه بس طرية زي ما بيقولوا يعني، فبيحط لها هذا الواقي العالمي. وبالتالي لولا أن دكتور محمد أبو العيلة يتابع الحداثة ما وصل للأحدث. نروح لتصريحات المهندس إيهاب الهيطة مدير المنتخب، كلام منطقي بس احنا متعودناش، احنا تعودنا بلاش نقول الكلام ده دلوقتي. زي الواقع برضو بتاع الواتساب بتاع وردة، كل حد عايز يطلع عشان يقول لك بلاش نقول الكلام ده دلوقتي ومش وقته. مش حاجه اسمها مش وقته، واحنا مش شعب قاصر، احنا شعب بنفهم بكبرنا بشبابنا بصبياننا ببناتنا، لكن قول كلام مفيد. عشان كده هو طلع قال ما يحدث في المعسكر، لانه الخواجه قال للفرقه واللعيبه قالوا لبعضهم وايهاب لهيطة في وسطهم انه احنا مش صعبناها، بمعنى انه بقى في شيء صعب او بقى في يعني مشكله، مفيش مشكلة. لكن احنا مش الاول. ليه؟ في هدف لاوغندا، فهو بيدور على مباراه الكونغو وازاي يخرج بغله وافره من الاهداف قبل المباراه الثالثه الحاسمه اللي هتبقى مع مين، واعتقد مع اوغندا يعني مع اقوى منافس لينا في المجموعه. بالظبط في المجموعه فنية. لان وجودك اول تخليك تروح تلعب مع حد من التوالت، واخد بالك، يسهل خطوه في مشوار البطوله. وبالتالي لان ايهاب لهيطة الحقيقه برضو راجل ديسنت بيحترم نفسه، ما خدش في الشرح كامل لكن قال اللي حاصل. فعلا اللي هو تيجي تقول له ايه حاسم ما تقولش فراح قايل، قال لك لا فعلا ده حطت علينا ضغط، لكن نعتقد انه ضغط ايجابي. طب انا برضو هحط نفسي مكان المستمع اللي بيسمع كابتن ايهاب لهيطة، بيقول حد هيسمع التصريح ده هيقول الراجل قال كلام موضوعي وفي مكانه وفي توقيته كل شيء واحترافي جدا. ناس تانية هتسمع كلام تقول يا جماعه ضغوط ايه ده، احنا المفروض ان احنا المصريين شايفين ان احنا مجموعتنا مع خبرات منتخبنا اللي حضرتك تعلمه الى اخر هذه الامور والارض والجمهور ان احنا افضل كتير من باقي المنتخبات اللي معانا. ده دورنا انا وحضرتك ان احنا نطلع ازاي نضع الكلام في اطاره الصحيح ونشتغل شغل مترجمين ومحللين ونحط ازاي المصححين في تأويل الكلام بشكل هنا مش عارف ايه، ان احنا نوضح لكلا الطرفين ايه المقصود يعني. وبالتالي الراجل لما يقول كده يبقى هو يشعر بضغط ايجابي، ضغط يفجر طاقات اكثر مما عايزين احسن حاجه في المباراه اللي جايه، لانه بلا شك حتى بدون هذا التصريح المؤكد انه كان حاصل الكلام مش عن حطينا نفسنا تحت ضغط، عن وجوب الفوز بغله وافره من الاهداف عشان تلتقي منافسك في المباراه الثالثه، لا تبقى منهك ولا مجهد ولا تتوتر ولا تتعصب، بل تدفع بنفسك كأول مجموعة لأن هذا هو الأهم في الجولة الأولى، وتروح بحسابات النقاط ولديك ثقة في ناتجتك وفي ترتيبك في المجموعة ولديك أهداف قبل مباراة ولديك أوغندا. أهداف لا تستطيع أوغندا أن تطولك عليها وقتها، ولو أن كرة القدم لم تعد تعرف إلا الجهد والالتزام، لكن دول مضمونين عند لاعبتنا بغض النظر عما يحدث. البعثات المصرية شهادة لله هي الأفضل، هي الأروع، دائما تشعر بفخر حتى مع بعض الخروقات، لكنها في الآخر خروقات أنا بسميها من غير لازمة، يعني أزمة من غير لازمة. وساعات بنبالغ في التعامل مع الأمور دي، يعني زي ما حضرتك قلت اللي هيتكلم لكن اللي يتكلم في الموضوع أو عنده معلومة أو يقول حاجة ضخمة، لكن كمان اللي يعملها هو يستاهل إنه حط على نفسه الضبابية دي. لكن أنا الحقيقة عجبني في توقيت مش مناسب، إن أنا عجبني إنه برضو إن إحنا نقول للشاب النجم في نفس الوقت لا اصحى صحصح فوق، اعرف انت بتعمل كل وهو حاجه، وهو الخبر الاكيد في مكانها ولا لا، اللي نشر عن موقف الجهاز الفني بقياده اجاري. تابعت خبر وتصريحات ايضا لاحد افراد الجهاز الفني والاداري للمنتخب انه قال يا جماعه
ليست شائعات، ولكن ببساطة المدير الفني أجاري كان حريص على الاجتماع مع اللاعبين وطلبهم جميعا دون أن يخص أحد بالحديث أو بالذكر، قال لهم ركزوا يا جماعة في البطولة في الماتشات اللي جاية، محتاجين نركز كلنا نشتغل عشان نكسب البطولة. في إشارة لإيه بقى؟ ها؟ عجبك كده؟ فخلاص يعني. لا مش عاجبني وأنا أول واحد أقوم أشيل الشيلة وهقف على رجلي. يعني ما فيش خروقات بالمعنى مفهوم. اللي يسبب لنا سواد ونكد وكذا، بالظبط ما فيش كارثه، لكن يا جماعه بالزبط. محتاجين نركز كلنا عشان والاجمل ان يجتمع كل النجوم وبينهم من اخطا علشان يؤكدوا انه كان ما كان، ويلا بينا نشوف شغلنا، خصوصا ان ده جاي مع توقيت تصريحات الجهاز الفني. حضرتك بتقول ان المباراه الجايه في مجموعتنا هي اهم مرحله، بالظبط هي الخطوه المهمه نشوف شغلنا. بعدين نتفاهم يا اخوانا، يعني نركز في شغلنا، بلاش نخلط الاوراق وبلاش فكره يعني أن نضع الايمان في وقت العمل وان نضع يعني شيء مقابل الشيء. الموضوع مش كده. طب هننتقل لنقطه فنيه. لما بتروح طبعا اللي يقول لك المنتخب السجدين وان الكره دي ضاعت لانهم ما صلوش، مش معقول يعني. طب والناس التي في ديانات اخرى، يعني كيف تفوز يا اخي على المسلمين؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي، ما حدش يزاد على علاقه العبد بربه يعني. او افصلوا بين الامور، اتكلموا يعني هذه امور دنيويه اللي بيجتهد فيها. يا سيد الفاضل يا سيد الفاضل، وبلا حرج وبلا حرج، اذا كان هذا هو الشأن رب العالمين، كلمة الله العدل هو ميزان العدل، يعطي الناس على الأرض بحجم عملها واجتهادها حتى يحاسبها حساب العادل الواحد، وإلا لا يروح المنتخب السعودي يوميا للطواف في بيت الله الحرام ويهزم البرازيل. يا أخي مش معقول يعني، الناس بتخلط الأمور خلط غير دقيق وغير صحيح. خلينا نتكلم عن أمر فني آخر. في تصريحات لجارسيا المدرب العام لمنتخبنا الوطني الأول، بيقول قد تتم الاستعانة بنجمنا الكبير محمد صلاح كرأس حربة صريح في المباراة القادمة. لم يتطرق إلى الأسباب، ولكن قال أسباب عدم الدفع به في المركز ده في المباراة الأولى. قال جاي من موسم طويل جدا، موسم شاق جدا ومرهق، كان محتاج يعني ما نحملش عليه زيادة بدنيا في المباراة الأولى، وقد نلجأ للدفع به. حضرتك رأيك إيه؟ لا تم الدفع بصلاح كرأس حربة صريح؟ ما مش مكانه في ليفربول على فكرة، هو شادو سترايكر، خلينا استعيرها من كبار. حضرتك شايف مكانه في المباراة الأولى أفضل؟ طبعا، لأنه أنت لو اتلعبت الطريقة، يعني خطة أجيري ليها طريقتين بيلعب بيهم، إما انه الجناحين طياره او الاثنين في نص الملعب اللي تريزيجيه والناحيه الثانيه صلاح، يبقى هم الجناحين الطياره. لو اتلعبت صح الصح واستفدنا من كل فرصه للتهديف من راس الحربة المسمى اللي هو بيبقى مروان، بيبقى احمد علي، بيبقى احمد حسن كوكا، هنجيب جوان من غير ما نحتاج انه صلاح كل زي الدومنا، كل ما نلاقي الورقه هنا نجيبها هنا. مش عشان يقولوا منتخب صلاح، ما البرازيل يا عم منتخب نيمار، والارجنتين منتخب ميسي، والبرتغال منتخب كريستيانو. مش عشان كده، حضرتك تقصد بالطريقه اللي احرزنا بيها هدف تريزيجيه في المباراه، عشان الاماكن تبقى موجوده، وبالتالي اذا احسن استغلال الطريقه دي مش تحتاج تغير موقف صلاح عن المكان الذي يلعب فيه دائما. يعني حضرتك شايف ان نجمنا محمد صلاح بيأدي افضل اداء وهو في مركز الهاف رايت، الجناح اللي بيهاجم من ناحيه العالم كله شايفه في المكان اللي هو بيلعب في ليفربول، في ليفربول يعني زي ما شفنا انتاج تريزيجيه في الناحيه اليسرى كجناح ايسر للمنتخب، كان في احسن حالاته. مش هننتج احنا انتاج مختلف يعني، ما حضرتك شايف ده مردوده فنيا افضل من مخلي صلاح راسه البدله وهي بتتلبس كده، فتقول لو لبستها كم وكم مش ملبوس يبقى تبقى اشيك. لا، ما هو مش الحكايه مش ان تبدع في غير محله يعني. يعني حضرتك شايف ان ده فنيا يكون له انعكاس على اداء منتخبنا افضل من لو اخترنا صلاح وخلناه لاعب جوه الصندوق؟ احلالك اكتر. اعتقد انه التصريح ده مجرد هواجس، يعني حتى لو نقل لزملاء اللي كتبوه فنقل ان الرجل يدرس، ان الرجل يفكر، ان ده من البدائل اللي بيفكر ربما فيه. ربما يكون ردا على سؤال الزميل، هو انتوا هتلعبوا براس حربه مين يا عم؟ ما هو مروان ما جابش وفلان ما جابش. هيقول له ما هو الراجل، يعني لو تابعتها هتلاقيه يقول لك ما هو الراجل هيحاول يلعب بصلاح. واحد من انت قلتها الحلول، واحد من الحلول. عايز اعرف راي حضرتك ايه يا استاذ عصام في النجم اللي فعلا ضرب مثال في الاراده وعدم الاصابه بالاحباط، وانه كان خرج من حسابات المنتخب حتى انه اعلن اعتزاله الدولي في وقت من الاوقات، ورجع بقوه وفرض نفسه على الجميع اعلاميا وفنيا، الكل اجمع على اختياره في التوقيت ده وانه اضافه للمنتخب، نجمنا وليد سليمان. والله طبعا وليد بص حظى بتأييد كل الناس على ما قدمه من
اخلاص، مش هقول لك فنيات فهو كفء وهو الحاوي يعني، لكن في الاخر هو ضرب نموذج للمحترف. انا كل شيء اسمح لي ان اقول محترف، حتى الحب فيه احتراف، ان تحترف معاني الحب والاخلاص والوفاء، كل دي معاني الحب، لو احترفتها هتبقى راجل تحب او تكون محبوب على اعلى درجات، حتى الحب الالهي يا اخي، وبالتالي هتستوثق بالله وتؤدي فرائضك وكذا باحترافيه في مواعيدها وبالتالي وليد يقدم هذا النموذج اولا لاسمه وتاريخه الذي سيعيش عليه طويلا، وتظل كتب التاريخ فيها صفحه التاريخ الكروي باسم وليد سليمان، لكن هو ايضا يقدم ما تكافئه عليه السماء، الا وهو اعطاء المثل الاعلى. دي بقى الحاجة الفكهة في الرياضة أو في فكرة أن تلعب دور البطل، أنك تقدم نموذج للشباب والولاد والبنات، ده حق الوطن عليك. وليد عشان بس ما يقولوش بيقول عليه كلام كبير، لا، وليد قدم هذا النموذج لعدم الإحباط، لعدم الانكسار، ولتقديم نموذج أن القادر يقدم ما لديه دونما انتظار إلا لأنه ما أسهل إن كان لعيب في المرحلة دي عنده 32 33 34 سنة يقول أنا يا جماعة خلاص هكتفي، ما عندوش الحافز والمنتخب مش حاططني في حساباته وأنا نجم ويستطيع أن يدبر، وكان يكتفي بالنجاح اللي حققه مع الأهلي، هو سنة كان سنتين حتى لو خارج الحدود دخل في تحدي مع نفسه بالظبط، لكن أيوة لكنه خد بالأقوى بالأقوم، ألا وهو التحدي مع النفس، دي النجومية الكاملة، ده حافز للاعبين الأصغر يعني، ده النجم اللي تقول له 10 من 10. والحقيقه نجومنا كانوا على قدر المسؤوليه. عايز اعرف بشكل عام راي حضرتك على مستوى الاداء الجماعي والفردي في المباراه الاولى، اللي احنا مجمعين على ان منتخبنا بيبقى اداؤه تصاعدي في الدورات المجمعه. ما فيش حد تقدر تنقله لمرحله الجيد الا قليلا يعني، 2-3 لعيبه وبالتالي تسميتهم من عدمه مش هتفرق لانه اتقالوا يعني، لكن انا بقول لك انه طالما ما فيش متخاذلين ما فيش مقصرين يبقى الدنيا مش تايهه، لانه لاعبتنا أعرفهم جيدا أجيال بقى مش دول بس، انسى فكرة الابتزال، انسى فكرة الإهمال، انسى فكرة انه يغيب عن وطنه، محترفين كسر في أوطان أخرى وما يزعلوش مننا يعني، ما بنسميش بلدان يعني، لا ممكن الفلوس تبقى حاجز، ممكن الزعل من المدير الفني يبقى حاجز لأنه ما يجيش يلبس لون العلم، إلا المصريين صراحة جيل بعد جيل من ساعة ما الواحد حب اللعبة دي، مش هقولك اشتغل على شاطئ أي نهرها يعني، وهو بيشوف النموذج ده الحقيقة منتهى الإخلاص. في إجابات سريعة جدا طالبها من حضرتك في وقت قليل متبقي من عمر هذا الحوار. مباراة الكونغو أصعب ولا أسهل علينا بالحسابات الفنية من مباراة زيمبابوي؟ لا أصعب. أصعب طبعا. اللي سهلها انك ما تدخلهاش وعندك حسابات، تدخلها وانت على يقين ان في فارق مستوى لصالحك، لكن هذا الفارق يحتاج الى بذل جهد كبير في الملعب. طبعا مباراه اوغندا تتوقع انها تكون اصعب من المباراتين السابقتين عليها كونغو وزيمبابوي ام اسهل؟ خالص. مباراه مش سهله بمعنى نكسب بسهوله، لا لا، مباراه كره قدم، اما ان يكون لدينا فريق ناضج حقيقي يواجه فريق، هي بلد كوره اوغندا ومع دي سابر ده مقدمه نموذج، لكنه النموذج اللي جاب اخره، لكن انت عندك ما تقوله يوم يعني، حد بيجتهد يوم فياخد علامه متميزه، وحد طول الوقت هو بياخد 10 من 10، فالمؤكد ان ابو 10 من 10 ده ما ينفعش الولد اللي حفظ بالليل ينتصر عليه او يطلع الاول عليه يعني في الامتحان، انما تقدر تقول الولد ده شد حيله، لو حسبوها كده هتبقى المباراه الاسهل بالنسبه لهم، لانه هيبقى بيقول للناس احنا بس اول ماتش كنا مخطوفين خطفه الافتتاح زي كل العالم. يعني حضرتك بتقول المتوقع في ارتفاع مستوانا ان شاء الله في المباراتين القادمتين يوصلنا للتوب فورم بتاعتنا او لمستوى يرجح كفتنا فنيا اللي هو طبيعي، اللي هو طبيعي، لكن هم بيزحوا عشان يجيبوا مستوى يقرب مننا اوغندا او غيرها في الشريحه دي، لكن كلاس ايه كلنا شبه بعض، السنغال، مصر، المغرب. ده كان سؤالي التالي يا استاذ، من مع منتخب مصر هم اللي بتصنفهم كلاس ايه في البطوله دي واللي عندهم فرص متساويه مع فرق طبعا عامل الارض والجمهور؟ على رؤوس المجموعات طبعا، هي القوات يعني الكروية العظمى، انا بحب اسميها كده يعني، باعتبار ان الكره معركه كرويه فبالتالي بنقول قوات كرويه عظمى يعني، وبتسمي بقى كاس العالم الحرب العالميه، والبطولات القاريه هي حرب اقليميه يعني، وبالتالي لديك قوات كرويه عظمى ما تقدرش تستبعدها من انها كلاس ايه، هي مصنفه بنتائجها اصلا. حط جنبهم بقى البلاد المجتهده، حط كونغو وبنجوره،
اللي هي كانت زئير اولا، حط انجولا، حط القادم الجديد، ويبقى افتكر الكلام ده، موريتانيا ومدغشقر. موريتانيا لديها 14 محترف يا سيدي الفاضل، وهي بلاد يعني حديثه العهد بكره القدم، وما اسعدنا انها دوله عربيه ومدغشقر يعني. وبالتالي اعضاء الجامعه العربيه لا مدغشقر، لا اعتقد جزر القمر. جزر القمر. حضرتك بتقول مدغشقر؟ لا ايه، لا الجامعه العربيه يعني. لا طبعا، لا مش مدغشقر. جزر القمر. كلامك صح. انا بتكلم فنيا هنا عن مدغشقر، ان حضرتك بتقول من القادمين موريتانيا ومدغشقر. طب حضرتك شرحته، مش في طبعا إيه؟ يعني هيقدموا كوره، كانوا هيقدموا كوره لديها محترفين. انا بتكلم عن البلاد زياده عدد المحترفين بالظبط، اللي بقى عندها محترفين تطاول يعني فكره الخروج من وطن يعني كانت احلامه في كره القدم احلام ضيقه يعني. ومن ثم خلاص هي مقلبه نفسها ما لم تظهر الجياد السوداء مبكرا. طب لو حضرتك قلت لي خمس اسماء في الجوله الاولى او في المجموعات، طيب ما لم تظهر او تحدث مفاجآت، وهي طبعًا امر وارد في العالم كله، في عالم كره القدم، لن يخرج نهائي كاس الامم ان شاء الله عن خمس اسماء: مصر، الجزائر، المغرب، السنغال، نيجيريا، كاميرون، تونس. وتونس. يعني حضرتك بتقول هم نفس الاسماء اللي احنا شايفين ان هم كفتهم ارجح من ما لم ممكن بعد المجموعات في الادوار الاقصائيه يظهر بقى جواد اسود حصان اسود للبطوله لانه خصوصا المواجهات دي بيحصل فيها اقصاء للفرق الكبيره مع شكرا خلاص ما بتلمش نفسك اللي هي الناس بتقول عليها نهائي مبكر بتبقى يعني احيانا ممكن في سيمي فاينل او في دور 8 تقول ده احلى مباراه في البطوله ما انا بقول لحضرتك الناس بتبقى عايزه مباراه زي مصر والسنغال مصر والمغرب الناس تشوفها نهائي تلاقيها بقت مبكره بسبب انك طلعت تاني مش عارف فواجهت مين والتاني طلع اول فواجه مين او المغرب والسنغال المواجهات دي كلها تعتبر من المباريات الاقوى خلاص بيبقى اللقطه الاخيره ناس بتسلم على بعضيها والناس بتعمل كده وشكرا والكره كلنا لان كل العناصر دي كان عندهم طموح الوصول للنهائي وكانوا على مستوى الوصول للنهائي بالظبط. بشكرك على وجودك معانا، بتسعدنا دايما بمشاركتك معانا على شاشه قناه الاهلي، الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع استاذ عصام شلتوت، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. مشاهدينا بشكر استاذ عصام شلتوت وشكرا لحضراتكم على المتابعه لهذا الحوار، ولكن ابقوا معنا فقراتنا مستمره بعد الفاصل، عندنا حوار اخر مع لاعب النادي الاهلي سابقا الكابتن حسين شكري، ومنه ايضا الى فاصل اخر، وفقرتنا الاخيره النهارده زي ما قلنا لحضراتكم هتكون مع الزميل العزيز خالد العوض. الفاصل ونعود. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا الحوار ده او الفقره دي بتهم كل اولياء الامور، كل الاسر من اعضاء الجمعيه العموميه واعضاء النادي الاهلي اللي ولادهم بيشاركوا في النشاط الكروي في مرحله البراعم، اصغر مراحل الناشئين على الاطلاق في النادي الاهلي او بشكل عام في اي قطاع رياضي سواء داخل او خارج مصر. معانا النهارده واحد من نجوم النادي الاهلي سابقا، وهو من المسؤولين طبعا عن هذا القطاع، هو المدير الفني للبراعم مواليد عام 2009 الكابتن حسين شكري. كابتن حسين مساء الخير واهلا بيك وسعداء بوجودك معانا. مساء النور، انا اسعد، ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب وسعداء منورنا طبعا على شاشه قناه الاهلي. كابتن حسين، نتكلم بشكل عام، العمل مع البراعم ايه مميز، ايه متطلباته، ايه المعايير المطلوبه في المدرب عشان يقدر يقدم خبره حقيقيه او يعمل نقله مع القطاع ده في السن ده؟ بص حضرتك، المعامله مع الاولاد الصغيرين بتبقى مش سهله يعني، صعبه جدا يعني. انت بتوصل مرحله ان انت يعني ممكن اقول لك ايه، بتشوف الكرتون اللي هم بيحبوه بيتفرجوا عليه عشان تبقى عارفه، عشان اسم الولد اللي مثلا اللي في الكرتون ده البطل اسمه ايه، عشان تاخد وتدي معاهم في الكلام. في الاول خالص من قبل الشغل وقبل الكلام ده كله مع الولاد الصغيرين لازم يبقى في علاقه بينك وبين الولد، لازم تعمل علاقه بينك وبين الولد. الولد صغير في السن دوت بيبقى اصدق واحد في مشاعره يعني، ولا هيقدر ينافقك ان هو بيحبك، او لو حبك حبك، كرهك كرهك، لو خاف منك خاف منك. لو بقيت صديقه بيقتنع بكلامك من البدايه التجربه، لازم تبقى صديق واب واخ وعيل صغير معاه في سن لسه ما تقدرش تشد عليه يعني، في سن عايز. لا بص هقول لحضرتك حاجه، معلش، لا الشده برضو في وقت من الاوقات، لان برضو انت لو سبت الامور دول ولاد صغيرين ممكن تلاقي الدنيا باظت، بس ال- 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 العلاقه اللي بتعملها بينك وبينه بتخليه بيبقى حريص جدا ان هو مش عايز يزعلك، فهتلاقي حته الشقاوه دي بقى والكلام ده كله يعني هتبقى في حدود مركز بقى بيسمع توجيهات مدربه ومقتنع. قبل ما تعلمه فنيات او قبل ما تعلمه اي حاجه لازم تعمل علاقه بينك وبينه الاول.
لما بتعمل حضرتك علاقه بينك وبين الولد الاول هيتقبل منك كل حاجه بعد كده. ابراهيم هنا بنتكلم 2009، بنتكلم عن سن 10 سنين. 10 سنين 10 سنين سن يقدر يتلقى تكليفات ويقدر يركز في بالظبط. لا لا وهم ما شاء الله هم شطار. أنا يعني انا ما ركزتش في كلمه 2009 دي، فكنت بتكلم سن اصغر. لا 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 10 سنين ده سن لا يعتمد 10 سنين 11 سنه و12 سنه بيفهموا كويس وهم اذكياء ما شاء الله. يعني الولاد في السن ده دلوقتي يفهم في السن ده تكليفات الكوره بنسبه قد ايه، بتنقل تكليفات فنيه ورؤيه فنيه للولاد اللي مركز منهم واللي موهوب منهم بيعرف استوعبها بالكامل. الاساس قبل اي حاجه زي ما بعد ما حضرتك زي ما قلت لحضرتك كده بعد العلاقه اللي بتعملها بينك وبينه، الاساس ان انت بتشتغل على المهاره بتاعت الولد. بتشتغل على ان الولد وهو بيلعب كوره دايما لازم يكون بيفكر. كل الناس بتلعب كوره، وممكن اي اول ولاد صغيرين لو جمعوا بعض في الشارع هيلعبوا كوره يعني. مش بس مين اللي بيلعب كوره ويفكر، انت لازم تديله الاساسيات الاول. زي معلش انا دايما بقول اللي هو الولد الصغير دوت في السن ده انت كانك بتبني عماره بالظبط. كل ما فحت اساس كويس تحت في الارض، كل ما طلعت للعماره لابعد ما تتخيل وانت مطمن. لو ما عملتش الاساس ده مظبوط هتبقى في خلل بعد كده في المراحل اللي بعدها. احنا كلنا بنقول ان احنا الولاد عندنا بيبقوا شطار جدا وبيوصلوا لمرحله 16 سنه الناس بره بتتفوق علينا، ومحدش قال العلاج ايه ومحدش قال السبب ايه. يعني احنا في المراحل اللي هي الصغيره دي كلها اللي هي ما بقى من قبل ما بين 10 و16 سنه بالظبط كده، احنا متفوقين ومتفوقين بالظبط. بنروح لريال مدريد وبنروح لبرشلونه وبنروح واولادنا في النادي الاهلي بيروحوا، بتبقى ند للند والكلام ده كله. الناس دي بتتفوق علينا بشكل كبير. ليه بعد كده بيحصل جاب بعد سن 16 ده؟ ليه فجوه بيننا وبينهم؟ بص فيها اسباب كتيره. انا بتكلم دلوقتي في الـ في الـ في, الـ في يعني ما حدش جه وقال الحلول ايه. طب نقف هنا ونقول طب هم الناس بتتفوق علينا ليه؟ واخد بال حضرتك؟ انما عشان ان انا اوصل لمرحله كويسه لحد لولد 16 سنه او 17 سنه ونبدا ان هو نقول بسم الله الرحمن الرحيم ان هو يبدا ان هو يتفوق او يطلع درجه اولى او الكلام ده كله، لازم نرمي الاساس من تحت من الولاد الصغيرين دول. لازم المهاره اساس. احنا معظمنا او يعني مش انا كلامي هيبقى عموم يعني عشان ما حدش يبقى فاكر ان انا بقصد حد او نادي معين او اتكلم بشكل عام مش بشكل عام مش على مستوى حتى برامج النادي الاهلي بس. لا لا لا, لا, لا عام انا ما اقدرش طبعا انتقد احنا الشغل الحمد لله رب العالمين احنا في النادي يعني عارفين احنا بنشتغل ازاي وبنوصل لايه يعني للولد. واكبر دليل على كده الناس اللي ممكن يعني بسرعه كده الناس اللي بتتكلم تقول النادي الاهلي ما بيطلعش ناشئين والكلام ده كله، انت بس معلش يعني فكر دقيقه واحده وشوف النادي الاهلي ولاده اللي في الفريق الاول السنه دي والسنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها مين، واللي خرجوا بره مين، وبعد كده اقول ان النادي الاهلي بيطلع ناشئين وما بيطلعش ناشئين. النادي الاهلي الحمد لله غني باولاده، ومش في النادي الاهلي بس، وفي انديه كتيره كمان يعني بره كمان. طب ايه اول الحاجات اللي بيجي لك لسه لعيب جديد في مرحله البراعم اول مره تشوفه يا كابتن حسين؟ ايه الحاجات اللي الاختيار ولا الولاد اللي بيبقوا موجودين عندك؟ ايه معايير اختيار؟ لا الولاد اللي عندك اللي عندنا في الاهلي. لا الولاد ما هو في معلش انا اسف بس في ولاد عندك في فرقه عندك مثلا 2009 دول موجودين وبيتحضروا قبلها مثلا بسنه او بسنتين بيبقوا موجودين واخدين شغل. في ولاد تانية في نفس السن او في نفس العمر بيجي لك في الاختبارات. هو ده اللي اقصده في الاختبارات اللي بيجي. ايه الحاجات اللي بتحكم اختيارك او عدم قبولك للاعب او لطفل معين؟ واول حاجه لو قبلته شفت ان عنده الاساسيات في مهاره الكوره، ايه الحاجه اللي لازم تبدا تعلمها له اللي هي الف به الكوره اللي عايز ابدا اشتغل انه بيعمل ده صح؟ ايه هو مهاره شغلك كله على بدايه الجزء المهاري ومع شغلك مع الجزء المهاري الشغل الذهني. ان الولد وهو بيلعب كوره دايما بيفكر. وبعدين في الاخر خالص بعد ما بتشتغل معاه وبتدي له مهارات ومهاره مركبه وبتدي حاجات كتيره جدا ويبدا دماغه تشتغل من خلال تدريباتك انت كمان كمدرب، لازم نوعيه التدريب اللي انت بتديها له ديت او من خلال التدريب او النموذج اللي انت بتعمله والكلام ده كله لازم المواقف نفسها التقسيمه او بالظبط. لا من قبل التقسيمه لازم المواقف اللي هو بياخدها في الـ في الـ في التدريبات نفسها في التدريب نفسه لازم يبقى فيه جزء فيه انت بتدي له التمرين مثلا في باص، بس بعد الباص ايه؟ لازم يبقى فيه تحرك عشان اساعد زميلي المهاجم الباص وهيروح فين بعد ما يطلع الكوره. الله ينور عليك. فدي بتشغل شغل ذهنه. وفي الاخر خالص بعد ما بتدي الحاجات دي كلها بتقول له حاجه مهمه جدا، انت صاحب القرار في الملعب. انا قلت لك 1 2 3 او 1 2 3 10 11 و 12 والكلام ده كله بتاعتك. واحد ده ممكن ما اللي انا قلته عليه لو انا مثلا قلت لك هنبصي هنا وبعد كده هنتحرك هنا. طب وانا ببصي هنا زميلي اللي هنا اللي انا هبصي له دوت ممسوك او الكره تتقطع او 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 تعطل. ابداعك انت بقى بتاع الولد ازاي انت تلاقي حلول بقى، ازاي تعرف نفسه يفكر هو
هو انا الكابتن قال هلعب هنا بس الكره هنا هتتقطع لازم هو عشان كده بقول لحضرتك ايه وهو بيلعب كوره لازم يفكر ان ما فكرش هتبقى الامور صعبه عليه واخد بال حضرتك وخاصه ان انت بعد كده طبعا كل سن وليه مرحله وكل شغل يعني بتزيد فيه العمليه اللي هي الذهنيه او التدريب او بتخش بقى في عناصر بدني وحاجات كده لما الولد بيكبر انت بتحضر الكلام ده كله ليه وبتخلي الولد يفكر ليه لان الولد لما بيوصل عندنا مثلا 13 14 سنه بيبدا يلعب الملعب 11 ملعب كبير الملعب الكبير بتبقى ليه تكليفات وحاجات تكتيكيه المفروض ان انت لو الكره هنا انت بتقفل هنا الكلام ده كله فانت وانت بتلعب كره لازم تبقى انت برضو بتفكر فانت انا عديتك من تحت مهاريا وذهنيا وفنيا والكلام ده كله من تحت عشان لما تطلع يبقى في تكليفات بقى خططيه في الملعب انت في الباقي جاهز انت عندك المهاره وعندك سهله بالنسبه لك الاستلام والتمرير والتسديد والدفاع والتحرك والوان والتحرك من غير كوره بعد كده الكلام ده كله المدرب بقى مطلوب منك تتحرك فين في الملعب لازم الحاجات دي كلها في المرحله بتاعه البراعم دي تكون عدت عليه كلها وانت خدتها اديتها له وطبعا بيعمل ده كويس اللعيب بيعمل الكلام ده خلاص كويس يوصل لدرجه بايجاده وبعدين انت لما تيجي تشتغل معاه بتشتغل معاه مثلا لما تيجي تقول له مثلا نعمل مهاره بتبقى الامور صعبه شويه لو انت اديته طبعا اللي انت بتديهوله لازم يكون مناسب سنه يعني ما تديلوش حاجه فوق طاقته هو او فوق استيعابه هو لازم تبقى الحاجه انت عارف انت مدرب بتحضر شغلك عشان تبقى انت عارف الحاجه دي بتناسب السن كذا اللي بيناسب 10 سنين غير اللي بيناسب 11 سنه غير اللي بيناسب 13 سنه في كل حاجه حتى لو خطه مباراه في خطه تناسب المرحله الجزء دي الجزء الاصغر ما يستوعبهاش الجزء الخططي في الاولاد الصغيره نادرا جدا بيبقى قليل جدا يعني ما بتعداش النسبه 30% ان انت لو هما هيلعبوا مثلا المسابقه بتاعه البراعم والكلام كله التنظيم اللي هو الوقفه بتاعه الاولاد والكلام ده كله الملعب بيبقى خماسي او سداسي صغير فبتبقى حاجات اللي هي التكتيكيه ديت او الحاجات اللي هي دي بتبقى بنسب قليله ما بتبقاش بنسب كبيره بتعلى تدريجيا مع زي ما كنت بقول لحضرتك كل ما الاولاد يكبروا يلعبوا بقى في الملعب بس انا هيئتك هنا بشكل مناسب للحاجه اللي تناسبك عشان لما تيجي توصل لمرحله ان انت بتلعب 11 والكلام ده كله بتبقى الامور بالنسبه لك سهله ما يجيش مدرب مثلا وانت طالع لي من تحت من البراعم بص الكره لما تتلعب هنا احنا هنتحرك هنا عكس فلان عكس فلان هتلاقي واحد واقف معلش سوري يعني راح فاتح بقه واقف يعني في ايه في ايه دي يعني انت ما خدتهاش قبل كده ما عدتش عليك قبل دي كده دي حاجه جديده انا ما سمعتش الكلام ده قبل كده لا يعني الحاجات طبعا يعني معلش لما تيجي تتكلم تقصد عكس بعض يعني هنا بنتكلم في تكليفات عكس بعضها ولا تكليف غلط عمر كان مدرب في مرحله اصغر قاله للعيب لا انا إيه اللي يخلي اللعيب هنا عنده ذهول هقول لحضرتك الذهول الله ينور عليك الذهول دوت هيحصل للولد لما هيكبر فوق وياخد شغل تكتيكي اعلى ان انت ما حضرتوش تحت بالشكل المناسب ان هو لو ما اشتغلتش في المرحله الاصغر صح معاه انه يتعلم يبقى ذهنه دايما شغال انا لما قلت لحضرتك لما كلمت حضرتك دلوقتي من شويه قلت لك ايه وانت بتدي له الجزء المهاري والشغل بتاع الولاد اللي هم صغيرين والكلام ده كله اوعى تغفل ان انت الولد ذهنه لازم يشتغل لازم انت ممكن تدي له بتكلم عن حاجه صح بيقولها له مدرب في مرحله مثلا 12 سنه هو عنده 10 سنين ما حدش علمها له فهو رايح مش فاهم ان ذهنك يبقى شغال ان انت بتلعب كوره وبعد ما بتلعب كوره يعني كل الناس مثلا اقول لحضرتك حاجه انا بنلعب باص مثلا انا بلعب لك باص كل الناس ممكن تلعب باص عادي انا بركز ممكن يبقى مدرب الوحده التدريبيه بتاعتك انت محتاج الباص يبقى بنسبه كبيره كويس او مظبوط واحد بيبقى تاني عايز الاستلام يبقى مظبوط الغرض من المدرب لما بيجي بيعمل الوحده التدريبيه بتاعته بتبقى انت كل مدرب بيختلف طبعا انا ممكن عايز دقه الباص الباص يبقى فرقتي بتباص كويس في واحد تاني بياخد منها الباص والاستلام لان انا بباصي الواحد فلما هتجي لك الكوره لازم تستلم كويس عشان تعرف تباصي مره ببدا اطور بعد كده بعد الباص الحركه ان انا بتحرك عشان اساعد زميلي ده اللي جات له الكوره ان انا هساعده في مكان تاني واخد بال حضرتك فالحاجات اللي هي ديت انت بتطلع مع الولد تدريجي ومن خلال بقى اللي انا بقول لحضرتك عليه دوت النماذج اللي انت بتعملها لازم يبقى فيها ابداع لازم يبقى فيها فكر لازم يبقى الولد وهو بيلعب كوره وبعد ما بيلعب كوره هو عارف هيعمل ايه تاني بعد كده ان كان هيغطي ان كان هيتحرك في مكان تاني بعوده انه ما اشوفش المنظر اللي هو لعيب يلعبش كوره ويقف يسلم الكوره ويقف انت بتلاقي انا عايز لعيب يلعب كوره ويقف مكان تاني طب الراجل اللي راحت له الكوره ده بعد كده هيعمل ايه دي مشكله دي لسه موجوده عند لعيب الدوري ممتاز ما انا بقول لحضرتك لعيب لحد ما بقول في الدوري ممتاز بيسلم الكره ويقف مكانه بالظبط فرق في الماتش كده تلاقي لعيب ما بيتحركش يعني عشان كده بقى هنرجع للي انا كنت بقول لحضرتك عليه دوت اللي هو لما هيجي يكبر بعد كده ويبدا ياخد بقى تكليفات تكتيكيه ان انت لما بتلعب الكوره طيب انا بعد ما لعبت الكوره هتحرك هنا ولا هتحرك هنا على حسب المدرب ما هيقول لي لو انا ما خدتش الكلام ده كله وذهني شغال من وانا صغير
وطالع بيه تدريجي هتبقى الامور صعبه عليا فوق. طيب بتتعاملوا ازاي بشكل عام في المرحله دي؟ بيبقى الاسر يعني في حساسيه شديده ان كل الناس دايما بتتمنى اولادهم يبقوا في احسن حاجه واحسن لاعب في الفريق، وانه دايما مقتنع ان مش ابني كويس ده انا ابني احسن واحد. فهل بتحصل حوارات من النوع ده؟ وازاي تقدموا المسج او الرساله السليمه لاولياء الامور انكم عايزين توصلوا لاحسن نتيجه وعايزين تعدوا الولد لو هو مؤهل بافضل شكل؟ بالتالي ده امر موجود في انديه مصر كلها. ازاي فلسفه النادي وفلسفه الاجهزه الفنيه في التعامل مع محاولات التدخل دايما والفضول الكتير الموجود عند اولياء الامور؟ بصوا اولياء الامور طبعا كل واحد عايز ابنه افضل واحد في الدنيا. لما بتبقى انت راجل او نادي كنادي سياسه نادي او انت راجل مدرب شغال زي ما نقول عايز اوصلها لحضرتك يعني ايه، مش بتظلم حد او ما بتجيبش حد على حساب حد والكلام ده كله، بيبقى فيه اقناع بنسبه كبيره لولي الامر. ده مش معناه ان ولي الامر مش هيتكلم، ولي الامر هيتكلم، لازم تبقى انت كمان عندك صبر في او الرساله اللي انت هتوصلها لولي الامر لو كان هيتكلم معاك. لازم عندك صبر في الاساس تسمع شكواه يعني. ما هو طبعا يعني لازم هو لازم هتسمع شكواه، هي مش بتبقى شكوى، هي هو بيبقى زي استفسار. انا طب ابني عنده سؤال ليه ما بيلعبش هنا، ليه فضلته؟ فلازم يبقى انت عندك الاقناع او المصداقيه، ودي اهم حاجه ان انت يبقى عندك المصداقيه ان انت بتقول له ابنك حدوده هنا. اوعى تيجي في يوم من الايام وانت شغال مع ولد تقول له مثلا عشان تجامل اللي قدامك او عشان تخلص مثلا، ممكن تبقى خارج من التمرين متنرفز تعبان، مش لازم غصب عنك تقف وتسمعه وتقنعه بالكلام. بمعنى ان انا هقف ابن حضرتك والله كويس كويس، طيب بس هو ناقص له 1 2 3 ودي هتيجي مع الشغل، مفيش حاجه اتبنت بين يوم وليله. ودايما انا بحب اربط الشغل بتاع الولاد الصغيرين ده والكوره بالحته بتاعه الدراسه لانهم بيبقوا قريبين شويه من بعض. يعني انا باجي بقول له مثلا ابن حضرتك لما راح مثلا كي جي 1 كان بيعرف يمسك القلم؟ ما بيعرفش يمسك القلم، كانت لسه الامور صعبه بالنسبه له. لو كل واحد مسك القلم وهو في كي جي 1 والمدرس قال له يا ابني انت مش عارف تمسك القلم انت مش هتتعلم، محدش هيتعلم. انا ما بيمسك القلم بتعلمه بيمسك القلم ازاي، وبعد كده بيكتب الحرف ازاي لحد ما بتوصل ان في ناس بتبقى بتتكلم وبيكتب وهو بيكلمك، واخد بال حضرتك ازاي؟ فهي العمليه برضو التدريبيه قريبه من الشكل ده. مع الاستمراريه ومع الشغل المظبوط طبعا العناصر اللي هي انت عارف الولد بياخد ايه في المرحله ديت ايه وتدريجيا ايه والمهارات بتاعته ايه الاخلاقيات والتعامل بين الولاد وبين بعضهم وبين الناس بره ومع اهاليهم والكلام ده كله. لازم بتعلم، انت ما بتعلمش كوره بس كمان، يعني اوعى تفكر ان انت بتعلم كوره، انت بتعلم اخلاقيات كمان ومبادئ. مثلا احنا علاقته بزمايله كويسه، احترامه المدرب واحترامه، يعني فكره بالزبط. المبادئ اللي موجوده في النادي الاهلي دي بالزبط. في كل القطاعات دي في صغار السن كمان لها اهميه خاصه. دي الاهم، دي ممكن تبقى كمان قبل الكوره. يعني انت ممكن يبقى عندك لعيب كويس بس اخلاقيا الامور بتعلموه يا كابتن حسين ولا لا؟ يحترم الحكم طبعًا. ما يتكلمش بشكل طبعًا. مش مناسب لا يليق بصوره النادي الاهلي طبعًا. في الملعب يعني ما يقولش اي الفاظ وقت طبعًا. لو في اي توتر في اي او مهما كان حتى لو تحت ضغوط ماتشات، انت عارف النادي الاهلي يعني فكره اللي بيمثل النادي الاهلي صوره مصغره من النادي الاهلي، فازاي يبقى على مستوى الشكل ده والصوره بتربيها فيه من هنا زي ما انت بتربيه ان هو بيبقى متعود ان هو دايما النادي الاهلي رقم واحد في كل حاجه. نفس القصه انت بتعلمه ان نفس النادي الاهلي رقم واحد في الاخلاقيات. ايه المشاكل اللي محتاجه يتم حلها مش في النادي الاهلي، لا على مستوى القطاع ده في مصر، على مستوى مسابقات المرحله دي، على مستوى مشاكل الولاد في المرحله العمريه دي، ايه الحاجات اللي هي العقبات الرئيسيه اللي بتواجهكم في الشغل كتير في المرحله؟ كتير جدا. تسنين، تزوير، ال اولياء الامور في جزء كبير من اولياء الامور، في جزء من اولياء الامور اللي هو معلش ما بيبقاش برضو مستوعب انت هتوصل ابنه لفين. بيبقى يعني مستعجل شويه بيبقى مستعجل شويه. فدي بتبقى برضو بتسبب لك مشكله لان ممكن ابنك يبقى كويس جدا وانت مستعجل عليه. انت بتقول بدبلوماسيه مستعجل بس، ولا احيانا مش مقتنع مثلا ان هنا كابتن حسين شكري قال له ليه فلان بيلعب وابنك مثلا البديل بتاعه مش العكس فشرحت له، هو بيبقى متقبل ده ولا مش مقتنع بنسبه قد ايه؟ او بتبقى عندك والله مشكله؟ انا شايف عن نفسي وانا بتكلم المفروض ان انا ان بيبقى في مصداقيه بيني وبينك. انا هقول لحضرتك يعني مثلا انا حصل مثلا معايا موقف مع حد يعني وابنه ما شاء الله عليه كويس جدا يعني. كنت لسه ماسك الفرقه جديد وما كنتش اعرف الولاد لسه زي الناس. فهو كان مستعجل شويه يعني. فقلت له انا هقول لحضرتك حاجه. سيب ابنك معايا بالظبط شهرين او 3 شهور.
بعد شهرين او ثلاث شهور نتكلم بعد ثلاث شهور ونشوف هو فين بقى. انا لو يعني ينفع ان انا اخليه يجي يتكلم هنا فالحمد لله يا رب العالمين. يعني قلت له بس المساحه دي اجهز بس الولد ما تناقشنيش. انا عارف الولاد انت بياخدوا ايه في السن ده وشغلهم ايه وشغلي التدريجي بتاعه ايه وهيوصل لفين. كانت ايه النتيجه بقى بعد 3 شهور؟ كانت النتيجه الحمد لله رب العالمين ان هو دلوقتي يعني عمال هو شايف يا رب الدعاء اللي هو بيدعوا لي يكون هو شايف الولد يعني. وصل لمستوى هو سعيد بيه جدا مش هو بس مجموعه ليش انت انت بتشتغل فردي وبتشتغل بتشتغل جماعي مع الولاد في كل العناصر بقى فالحمد لله رب العالمين. لما انت لما بتلاقي ابنك مثلا هنا في المرحله دي وبعد شهرين ثلاثه بيتنقل هنا كفردي وكجماعي مع الفرقه كمان كالانسجام مع الاولاد وهم بيلعبوا كوره مع بعض وبيتحركوا والكلام ده كله واخد بال حضرتك بغض النظر عن النتائج بغض النظر عن النتائج انا ما بتكلمش كده كمان ان النتائج وحشه لا انا بتكلم كده لان ده اساس الشغل. هم حتى في منطقه القاهره عملوا البراعم دي ما فيش نتائج وما فيش الكلام ده كله عشان الحته دي. انا الاهم بالنسبه لي انا ببني ولد ان هو يكمل في النادي الاهلي يكمل يلعب كوره يكمل يبقى خارج من عندي ومع السنين اللي بعدها ان هو بيوصل لمرحله ان اقدر اقول لما يوصل 16 17 سنه اقدر اقول ده ولد يقدر يكمل يلعب كوره يروح الفيرست تيم في بالظبط كده. دي مهمتي انا دي شغلي في الحته دي في الوقت ده ان انا اوصلك هنا ان انت يعني الكمال لله وحده ان انت تبقى كامل مكمل وانت عندك 16 17 سنه ان انت تقدر تستوعب كل حاجه ان انت تقدر تلعب منتخبات ناشئين ان انت تبقى بدنيا ذهنيا. هل نفسكم توصلوا الرساله دي للكثير من اولياء الامور ومن الاسر انكم احيانا بيبقى المدرب او الجهاز الفني محتاج مساحه شويه حتى في اول تعامله مع الولد يعني ما تسالوناش كل يوم في تفاصيل او ما تستهلكوناش في التفاصيل كل يوم بقدر ما استنوا شويه وشوفوا مردود شغلنا. بالظبط هي اصل معلش انا بحب برضو ايه من ضمن الامثال اللي بقول يعني القصص اللي هي بتبقى مع اولياء الامور ساعات بيجي واحد يجي زي ما حضرتك بتسال كده وبتقول فبقول له حضرتك هو ممكن ابنك الصبح يروح الجامعه؟ فهو بيستغرب بقول له يعني هو ممكن الصبح انت تاخد ابنك بدل ما يروح توديه المدرسه بتاعته توديه على الجامعه يقعد في المدرج ويبدا يستوعب ويفهم والكلام ده كله؟ يقول لي لا. بقول له لا ليه؟ عشان لازم في مراحل تعليميه هيمر بيها عشان يبقى جاهز يوصل للجامعه. كذلك احنا هنا في شغلنا ده انت بتوصل مع الولد انا عندي 10 سنين عندي 11 سنه عندي 12 سنه عشان يوصل للفريق الاول واخد بال حضرتك ازاي؟ فما ينفعش ان انا اخده من دلوقتي اقول له روح العب فريق اول زي ما حضرتك ما تقدرش تاخد ابنك دلوقتي توديه الصبح الجامعه. يعني بشوف ان الاسلوب ده ممكن يبقى مقنع بنسبه كبيره ان هو لازم يعدي على مراحل كتيره جدا ويشتغل زي كل حاجه في حياته بيكسب فيها خبرات. بالظبط اصل ربنا سبحانه وتعالى حتى كمان ما خلقش الدنيا في يوم وليله ما هو كان قادر سبحانه وتعالى ان هو كن فيكون تبقى الدنيا دي كلها انما هو عمل يعني خلق الدنيا في ست ايام ليه؟ عشان بيدينا احنا رساله كل حاجه فيها تضرر بالظبط كل حاجه بتمشي بالشكل ده بالظبط كده. طيب. وفي الاخر خلي بال حضرتك معلش ان 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 ولي الامر اللي بيصبر وبيشوف المردود بعد شهرين ثلاثة ان ابنه اتحرك من مكان لمكان الافضل واتطور بشكل كبير بتبقى الامور بعد كده بالنسبة لك هي بس بتبقى بدايات يعني الحاجات دي مع اولياء الامور بتبقى في البدايات بس انما بعد كده بتبقى الامور ان شاء الله. ايه الفارق فنيا بين مجموعة البراعم الموجودين في الفريق مواليد 2009 وبين المجموعة اللي بتتقدم لكم في الاختبارات وهل احيانا واحد من المتقدمين في الاختبارات ممكن تلاقوه فعلا موهبة حقيقية وبيفرض نفسه بسرعة على الفريق؟ ممكن بشكل كبير بس الفارق ان انت معلش انت في النادي الاهلي انت الولد اللي هو بيبقى واخد شغل سنتين ثلاثه شغل وتدريبات وبيبقى بقى عنده حصيله خبرات بالظبط عامله فرق شويه عن اللي لسه بيبتدي شطارتك انت كمدرب ان انت الولد اللي انت اللي هو لسه جاي احنا بنقول عليه مثلا جاي من الشارع يعني لسه داخل النادي اول مره بالنسبه لكم بس موهوب شطارتك انت بقى ان انت تعرف ان الولد ده ان هو لما هياخد الشغل اللي خده ده انه هيوصل يبقى قريب من ده او يتفوق على ده. ازاي بقى تخلي موهبه زي دي انت عايزها في الفريق تحصل الباقيين بسرعه تديله كم من الولد بيبان الولد اللي هو جاي دوت ما هو انا بقول لحضرتك هي مش اي حد برضو معلش في الشغلانه ديت الشطاره بتاعتك ان انت عينك لازم تبقى كويسه يعني المدرب انا بشوف ان قبل اي حاجه في الدنيا عين بتشوف ودماغ بتترجم اللي بتشوفه ده انا بشوف هو الولد ده في عنده حاجات ممكن بعد ما ياخد شغل معاك او ان هو يخش وسط مجموعه كويسه ويبدا ياخد تمارين معينه وبشكل معين والكلام ده كله هيتطور بشكل كبير يقدر ان هو يخدم الفرقه او يخدم النادي فانت بتفكر له ان ده هيبقى دي معلش برضو زي يعني في الشغل بتاعنا في التدريب
مش يعني دي الحرفيه بقى بتاعت المدرب، بتاعت الحرفيه والشطاره بتاعت المدرب. ازاي اعرف اختار لو عندي خمسه بيلعبوا في نفس المركز؟ بالزبط. اعرف اميز افضل واحد فيهم. بالزبط. لو اديته الشغل اللي مع باقي الولاد ده هيبقى اقوى واحد في المكان. في حاجه تاني ان الولاد برضو معلش بتبقى العمليه بالنسبه لهم نسبه وتناسب في الـ في الـ في الـ يعني انت ممكن يجي ولد فتره معينه بيبقى ماشي معاك كويس جدا، وممكن بعد شويه تلاقي المستوى قل سنه. لازم انت تبقى انت عينك على الولاد كلهم اللي انت شايفهم دول في سبب، في حاجه ممكن يبقى عنده مشاكل، ممكن يبقى في الدراسه، ممكن يبقى في قله اي مشكله، في حاجه اجتماعيه، في اي حاجه. فلازم عينك تبقى كويسه جدا، تبقى انت عارف امكانيات الولاد اللي عندك دول ايه، عشان اول ما يحصل دروب معين في حاجه معينه ان انت تروح للولد بسرعه. لا تعالى حبيبي في ايه. طيب عشان كده معلش انا اتفضل يا كابتن، عشان كده بقول لحضرتك قبل ما اول ما اتكلمنا قلنا لازم العلاقه تبقى فيها صداقه، علاقه وديه. لو هو بقى عنده مشكله اتخانق في المدرسه او 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 ما قالش لبابا او مامته هيقول لك انت. لازم العلاقه دي تبقى موجوده. حته العلاقه بينك وبين الولد ديت لازم تبقى موجوده. طب عايزك تطمن من خلال الحوار ده المشاهدين وجمهورنا الاسر وكمان اولياء الامور في النادي الاهلي انه في اهتمام حقيقي باولادهم حتى في الاختبارات، لانه في ناس دايما الصوره النمطيه اللي بتتعرف عند ناس او بيقولوها عن الانديه الكبيره في مقدمتها النادي الاهلي ده عالم وزحمه وكم واحد هيتقدم وبيشوف الولد يا دوبك 30 ثانيه ولا دقيقه ارفع كوره ويباصي مره ويشوط كوره تسديده واحده، يعني الناس شايفه في كتير يقول لك لا لا مش هحاول لانه الاعداد كتير واللي متقدمين للاهلي كتير واسمه دايما بيجذب عدد كبير من اللي طالبين ولادهم ينضموا. عايزك تطمنهم لا الاختبارات فعلا في اهتمام بيها والاختبارات حقيقيه، وانه لو ابنه موهوب فعلا هيلاقي طريقه للاجهزه الفنيه وللفرق في النادي ان شاء الله. طيب اولا بس عشان نطمن الناس كلها ونعرف الناس كلها، النادي الاهلي من اكتر الانديه اللي حريصه جدا انها في الوقت بتاع الاختبارات مفيش مدرب واحد بس بيشوف اللي عايز يجي ويشوف. النادي الاهلي بنعمل 7 ملاعب كل ملعب القطاع كله موجودين، المدربين كلهم موجودين، كل زي ما بنقول لجن مكونين لجان للمدربين، كل ملعب فيه حوالي 4 أو 5 مدربين مع اداري. يعني لو قسمنا مثلا 7 ملاعب هتلاقي في كل ملعب فيه 7 مدربين أو 5 مدربين واداري موجود، واخد بالك؟ يعني مفيش ما بيبقاش هو لو هو هيبص من بره للمدرب اللي واقف مثلا مع الولاد، لا الاربعه اللي بره الخمسه اللي بره دول كمان مشاركين بيشوفوا. يعني انت مش عين واحده اللي بتشوف ابنك، دول 4 5 مدربين بيشوفوا ولادك. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه هو لو فهم ان انا ساعه اختياري للولد اللي هو موجود دوت، او ان انت ما بتقول ان انا مثلا ما بصيتش عليه او الكلام ده كله، لا انت ممكن يبقى ابنك انت شايفه كويس وفي وسط الولاد اللي انما المستوى اللي هو بيلعب معاه ممكن يبقى الولاد اللي قدامه قليلين شويه. لا انا ببص على انت مستواك انت باللي عندي انا ايه. يعني انا كنت بكلم حضرتك دلوقتي لو هنقول مثلا مثال ل 2009 انا عندي ولاد 2009 انا المدرب بتاعهم انا عارف امكانياتهم ايه. انت ممكن تبقى كويس في وسط المجموعه اللي عندك دي بس اقل من اللي عندي. لما هتيجي عندنا انا عايز اقارنك باللي عندي. واكم حصل من من من, من الموضوع دوت ان ولاد كويسين وواحد يقول مثلا كذا وكذا، حاضر حضرتك تعال لنا مثلا يوم كذا، يخش ابنه في وسط الولاد اللي موجودين يتفاجئ بقى بفرق المستوى. يعني هو بيمشي، يعني مش عايز اقول بيمشي راضي او بيمشي او مقتنع او الكلام ده كله، بس بيعرف طبعا ان هو ابنه كان في حته ان التقييم اللي تم يوم الاختبارات هو قيم، وانت ما بتسيبوش برضه كده لسه ما خدوش خبرات حقيقيه. ما انا بقول لحضرتك وانت ما بتسيبوش كده، انت بتقول له مثلا روح الاكاديميه. الاكاديميه الناس بتشتغل برضه بشكل كويس، بشكل علمي كويس ومدربين كويسين، بتقول له روح الاكاديميه اقعد مثلا سنه. لان انا مش عايز اقول مثلا 80% او 90% من اللعيبه اللي موجوده في القطاع في البرامج اللي عندنا من الاكاديميه. من الاكاديميه. يعني ممكن ولد يروح الاكاديميه يجهز سنه ويجي لكم يلاقي سنه 2 3 مش مشكله. ما هو انت على حسب تطور الولد، في ولد الاستيعاب بتاعه سريع، في ولد الاستيعاب بتاعه برضو الدنيا مش سريعه قوي. بس انت بتاخد سنه او 2 أو 3 على حسب استيعاب ابنك للشغل ايه وبتيجي. واخد بال حضرتك ازاي؟ فاحنا عندنا مثلا بقول لحضرتك 80-90% من الاولاد بيجوا من الاكاديميه بياخدوا الشغل. الاكاديميه دي احنا بقى لما هنقولها هي كي جي 1. انت بتودي ابنك كي جي 1 وكي جي 2 عشان يخش المرحله التعليميه يبقى عارف. الاكاديميه دي بقى هي انت بتخش الاكاديميه علشان بعد شويه يروح الفريق بتاع مرحلته. بالظبط كده. يعني انا كنت انا اشتغلت 3-4 سنين في الاكاديميه قبل ما اشتغل في القطاع في المراعي. اشتغلت مع اولاد من ضمنهم كان تقريبا الولاد بتوع اللي هم 2008 دلوقتي اللي موجودين في النادي بقالهم تقريبا انا في حوالي مضوا
مع بعض من الاكاديميه. انا دخلوا الفرق وهم اعمده اساسيه دلوقتي في الـ في الـ في الفريق بتاع 2008 مختلف في نفس الفريق 2008 اول ما جيت اشتغلت. انا اشتغلت مع يعني كان اول ما جيت اشتغلت في الاكاديميه من حوالي 3 4 سنين. كان الولاد دول لسه صغيرين، كانوا حوالي مثلا 9 سنين او 8 سنين حاجه كده. لما اشتغلت معاهم دلوقتي هم الاعمده الاساسيه بتاعه الفريق. هم 11 سنه دلوقتي من 11 هم سنة. تقريبا يعني من 3 4 سنين اللي انا كنت شغال معاهم الشغل اللي هم خدوه دلوقتي هم العناصر الاساسيه بتاعه. انا ماضي للناس ماضي اللي عندي. يعني خلوا عندكم حافز وشغل الاكاديميه ماضي 12 ولد يعني انا فاكر عشان الناس تبقى 12 ولد من 2008 موجودين. اللي هو اتعاملوا باهتمام مع الاكاديميه. عايز تقول الناس كده لانها احيانا بتوصل. ما هو في ولي امر بيبقى لك مكان كويس قوي في الفريق، في ولي امر بيبقى فاهم وعارف وصابر وعارف ان صبره ده هيوصله لفين، واخد بال حضرتك. وفي ولي امر بيبقى مستعجل. دي اللي مستعجل ده هتبقى مشكله بالنسبه له. اللي هو اللي احنا بنقول له ايه بقى، خد ابنك الصبح وديه الجامعه بدل لانه كده انت ما يعني مش هتلاقي اللي انت عايزه دلوقتي. الامور صعبه بتاعت الولد، هو هيصعب كمان الامور وهيحط الولد تحت ضغط كبير قوي، واخد بال حضرتك. ملوش لازمه. لا كل حاجه يعني انا اخد ابني وودي المكان ده مع راجل امين او في مكان امين، ومفيش امن ما اظنش يعني امن من النادي الاهلي ومدربين النادي الاهلي او اكاديميه في النادي الاهلي ان الناس تشتغل مع الاولاد واصبر عليه وبعد شويه هتلاقيه موجود. في حلقه ربط بتحصل ولا يا كابتن حسين في النادي الاهلي بين كل اللي بيشتغلوا في ادارات قطاع الكوره بشكل عام، من بقى يعني من قطاع الناشئين كابتن فتحي مبروك وصولا الى البراعم وصولا الى قطاع الكوره بشكل عام والقائمين على تطوير الكوره، يعني حتى اللجنه اللي تم تكوينها بقياده كابتن طه اسماعيل. ازاي يتم الربط بين كل الكوادر دي؟ انا هكلم حضرتك على يعني اللجنه دي لسه، معلش انا ما تعاملتش مع او ما اعرفش طبعا. لا ما فيش تعامل مباشر، اجتمعت مع كابتن. انا بتكلم السنه اللي فاتت كابتن فتحي مبروك كان في تنسيق بينه وبين كابتن خالد بيبو ان تقريبا في اخر اسبوعين او 3 بيع في الاكاديميه الاكاديميه بيعملوا اولاد بياخدوا بيصنفوا برضو الاولاد اللي هم اللي موجودين عندهم في حاجه اسمها منتخبات وبيلعبوا دوري اكاديميات عشان المستوى برضو يزيد. الاولاد اللي هم بيبقوا مميزين اللي هم في المنتخبات اللي في الاكاديميه دول بنيجي اخر اسبوعين ثلاثه بنقارنهم بالناس اللي موجوده عندنا في القطاع، لان في ناس عندهم بيبقى كويسين او مستواهم مع الشغل بيتطور وبيبقى بشكل كبير كويس. فبناخد المجموعه ديت، كابتن خالد بيبو بيجيب المجموعه ديت، بنعمل زي تقسيمات او 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 او, أو مباريات بين اللي هي الناس اللي هي مثلا في القطاع وبين اللي هي المنتخبات بتاعت الاكاديميه ديت، وبنشوف الدنيا فيها ايه. والله اللي مستواه قل هنا في عندي هنا في القطاع في الناشئين او لسه الدنيا او الكلام ده كله، لو في هنا حد افضل منه بناخده. وحصل يعني السنه دي يعني في شغله ده قاله لنا كابتن خالد بيبو في حوار حصل. فعلا السنه اللي فاتت او من كام شهر قال لنا يا جماعه في تنسيق كبير جدا بين قطاع الناشئين. لما جينا الاهلي انا عن نفسي انا في الولاد اللي عند كابتن خالد بيبو في 2009 في ولدين ثلاثه لفتوا نظري واتكلمت فيهم مع كابتن خالد. ان يعني انا عارف في ولدين ثلاثه يعني اكاديميات وقطاع الناشئين بما يشمل كمان ممكن مرحله البراعم اللي انا طول الوقت خط اتصال بالظبط اللي انا كنت بقوله على حضرتك من هنا من شويه. اللي هو ولد بيشتغل بيستجيب بيتطور لا تعالى هنا. وممكن يعني تطلب ده من الاكاديميه لو في حد مميز دلوقتي عايزين نشوفه ممكن هم اللي يعرضوا عليك طبعا. ممكن كابتن بيبو يقول لك كابتن حسين انا عايزك تشوف فلان. معلش معلش عشان احنا برضو في النادي الاهلي في التسلسل انا كلامي ما بيبقاش مع كابتن خالد بيبو كلام كابتن خالد بيبو هو المسؤول عن الاكاديميات كلها مع كابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي يعني مبروك كرئيس لقطاع الناشئين بالظبط. كابتن فتحي مبروك في احنا المشرف علينا في البراعم كابتن تامر حفني بيكلم مثلا كابتن تامر حفني بيعمل التنسيق دوت بيجي يتكلم كابتن يعني تامر الهيكليه ماشيه بشكل احترافي وسليم بالظبط. لكن بتكلم عن التواصل بين القطاعات بشكل عام بالزبط. يعني ممكن ده يتم من خلال اتصال بينك وبين كابتن فتحي مبروك عشان محتاجين حد من الاكاديميه دلوقتي. انا لو حبيت ان انا اشوف حد او الكلام ده كله ما اقدرش اتخطى كابتن فتحي. لازم لا ما اقدرش اتخطى كابتن تامر حفني. اتكلم مع الكابتن تامر الاول اقول له كابتن تامر والله في احنا شفنا في الاكاديميه في واحد اتنين ثلاثه كويسين. هو هو ينقل ده لكابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي كابتن خالد التنسيق دوت اللي بين المجموعه الشغل كلها مع بعضها لازم يكون موجود. انا ما اقدرش ان انا اقول لك حد بيقول لي اديني الاكاديميه بقى كابتن خالد هو اللي تطوع بالقيام بالدور ده نفس التسلسل. يكلم كابتن فتحي نفس مبروك التسلسل. كابتن تامر وكابتن حسين نفس التسلسل عايز اعرض عليك ودول للمرحله دي نفس التسلسل كده بالظبط. وهيحصل وهيجي الولد وهنشوفه مره واثنين وثلاثه. يعني بنطمن الناس ان الاكاديميات لها دور مهم وانها في فرص حقيقيه لحضرتك. في حد في الدنيا او في مدرب في الدنيا هيبقى شايف ولد كويس ومش هياخده؟ لا طبعا صعب
صعب جدا يعني. لازم الولي الامر او المسؤول او ايا كان انا يبقى عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وفي البني ادم اللي موجود دوت ان مفيش مدرب هياخد واحد اقل من واحد على حساب نفسه اولا يعني. حتى لو معلش افتراضا يعني انا اسف ان انا حتى انا على يعني على حساب النادي الاهلي هاخد ولد على هيخلي انا شكلي كمدرب لا لا هيخلي انا شكلي وحش يعني. انا اخد واحد قليل ومشي واحد كويس طب ما هو لما هنيجي نلعب وهنيجي الكلام ده كله طب ما هو احنا هنكشف يبقى الراجل اللي هو المسؤول ده او اللي ماسك ده او الراجل ده يبقى معلش قدراته الفنيه ضعيفه ما تناسبش النادي الاهلي فده هيضرك اولا واخيرا كمدرب لو اختياراتك ما كانتش سليمه بالظبط. انا لازم ابقى انا اشطر واحد وانا احرص واحد ان انا اخد افضل عنصر موجود عشان كمان يساعدني في الشغل لما تيجي تشتغل بتكملوا بعض يعني. بتقعد بيحصل حوارات بينك وبين كابتن تامر حفني تاخد رايه وتقول له كابتن تامر ايه رايك فلان ولا فلان عندي قريبين قوي في المستوى يومية. انا محتار في اثنين لعيبه مين فيهم احسن مين فيهم اللي يكون في يعني في المكان ده اودي له الفرصه يوميا. وبعدين كابتن تامر في حاجه كويسه جدا بامانه الله يعني هو يجي مثلا يقول لك يا حسين والله بص انا وجهه نظري كذا 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 فانت بتقول له مثلا لا انا وجهه نظري كذا 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 كابتن تامر الديمقراطي بشكل يعني ربنا يحميه يعني. فتيجي يقول لك ايه انا قلت لك وانت صاحب القرار هو قالك رايه ومش بيفرض الراي ده عليك بيقول لك قرر دي فرقتك بالزبط. قرر بقى بالظبط انت هو بيقول لك كده ليه لان هو عارف ان انت اللي مع الولاد اكتر انت اللي شغال مثلا كابتن تامر مدير الفني 2009 و8 و7 وقته وجهده موزع بيوزع على كذا على فرق فهو ممكن يشوف لعيب في الدقيقه دي هو عمال يلف تقييمه مش هيبقى زي ما انت اللعيب انت اللي موجود ومغروس وشايف فانت بتقول له لا والله مش بيفرض عليك الرؤيه هو الاسبوع هو لا هو بيقول لك وجهه نظره انا كذا وفي حاجات بتيجي مثلا يجي يقول لك كذا خلاص خلاص هو شايف ان في قرار فني لانه مقتنع تماما بالظبط بالظبط انت شرحت والله هو احنا الامر بص في الاول وفي الاخر بغض النظر هو مش فرض راي على حد يعني ولا انا بفرض راي عليه ولا هو بيفرض راي عليا ولا على مدرب تاني ولا الكلام ده كله اللي في الاخر خالص احنا كل اللي احنا شغالينه ده ان كان هو او انا او كابتن فتحي او كابتن خالد او اي حد انت شغال لمين؟ لمصلحه النادي الاهلي انت عايز احسن عنصر للنادي الاهلي ومتواجد في النادي الاهلي هيتحسب لمين؟ اكيد هيتحسب للاجهزه الفنيه والمدربين وللنادي بالظبط يعني هيتحسب لكل مدرب قال اللعيبه انت بتشتغل انت عايز النادي الاهلي رقم واحد واخد بال حضرتك ازاي هتلاقي نفسك بتتعب وتشقى والكلام ده كله عشان بدليل ان المدربين بيفتخروا بان كان عندي فلان في الناشئين وانا دربته النهارده بقى نجم هي سواء في الاهلي او في اي نادي اخر هي دي بقى مكافاه المدرب بتاع الناشئين او البراعم مكافاته انه يتقال في الاخر فلان اللي طلع لما هيطلع فلان ده هيقول والله ده انا كان بيمرني فلان وفلان 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 اللي علمني فلان وفلان وفلان دي مكافاه المدرب لك خلاص ياكد خبرتك ان اختيارك الفني بالزبط. مميز او سليم بالظبط شغلنا ما بيبقاش معلش ما بيبقاش في النور قوي زي الفريق الاول او الكلام ده كله يعني معظم الشغل بيبقى بياخد وقت كبير جدا جدا على زي ما احنا بنتكلم كنا بنتكلم مثلا على راجل ربنا يديله الصحه كابتن بدرجه وشغال بقاله 10 سنين مثلا دلوقتي في نادي الجزيره مثلا في الامارات والكلام ده كله كابتن بدر رجب عدى عليه ناس كتيره جدا أكيد. ولما كان موجود في المكان دوت جاب افضل عناصر للنادي الاهلي الحقيقه بنسمع عنه كلام رائع بعيدا عن كونه كان نجم كبير في النادي الاهلي او منتخب مصر بنسمع عنه كمدرب في الناشئين مميز جدا ونتمنى له كل التوفيق وحقيقي بسمع عنه كلام اكثر من رائع بالزبط. عن تجربته في الامارات بالظبط كده فهي القصه كلها احنا شغلنا معلش في الناشئين وفي البراعم والكلام ده كله ما بيبقاش اللي هو يعني انت النهارده كويس او بكره كويس لا انت بتاخد وقت كبير جدا على ما بيتقال ان فلان نتيجه ده شغلك او مردود شغلك بالظبط فلازم تبقى انت صبور برضه في القصه ان شاء الله دي. موفقين كل عزيز. القائمين على امور قطاع الناشئين وفي مقدمتهم طبعا او بقياده كابتن فتحي مبروك والاكاديميات ومجهودكم جميعا كابتن حسين شكري وكابتن تامر حفني كلكم طبعا اولاد النادي الاهلي وكلكم احنا عندنا ثقه بلا حدود في قدراتكم على تقديم افضل العناصر للمراحل العمريه المختلفه وصولا الى الفيرستيم ان شاء الله ربنا يخليك انا بس معلش انا اسف انا عشان بس لازم كل واحد يعني تنسب الشغل انا معايا برضو كابتن كريم عادل عبد الفتاح شغال معايا شغالين احنا مع بعض يعني ده شاب واعد شاب ما شاء الله عليه بيحب النادي الاهلي وبيشتغل للنادي الاهلي وبيجتهد للنادي الاهلي عشان بس ما ننسبش ان احنا كان شغلنا او طلعنا حاجه او عملنا حاجه كويسه السنه اللي فاتت ان الراجل دوت برضو ساعدني بشكل كبير كابتن برضو عبد السلام ساعدني في الجزء الاولاني برضو بشكل كبير
فالناس دي اشتغلت معانا واشتغلت مع الفرقه الحمد لله رب العالمين برضو ان احنا حققنا، محدش بينجح لوحده يعني. اكيد اكيد. بشكرك جدا على وجودك معانا كابتن حسين شكري لاعب النادي الاهلي السابق والمدير الفني للبراعم او لناشئي الاهلي مواليد 2009. بشكرك شكرا جزيلا لك، وان شاء الله تتكرر اللقاءات ونسعد بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي. شرف ليا، ربنا يعزك. شكرا جزيلا كابتن حسين. مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعه. نهايه هذا الحوار، وفقرات الحوار مستمره عبر شاشه قناه الاهلي ومن خلال الاهلي الليله. بعد الفاصل زميلي العزيز خالد العوضي وضيفه النهارده الكابتن ابو السعود امام لاعب فريق الكره الطائره، واحد من النجوم المنضمين حديثا للنادي الاهلي قادما من نادي الزمالك. بشكر حضراتكم على المتابعه، وبعد قليل زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي. فاصل ونعود. مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في الفقرة الأخيرة من الأهلي ليلة. النهاردة في الألعاب الأخرى دايما بيكون معنا أخبار اللاعبين وأخبار فرق النادي الأهلي، لكن بما أن الموسم لسه ما بدأش لسه الأخبار عندنا مش أخبار كثيرة بالنسبة لنجومنا اللي إن شاء الله بإذن الله السنة دي هيبدأوا الاستعداد للموسم الجديد، وهو موسم بإذن الله يكون موسم خير على النادي الأهلي وموسم قوي جدا من الإنجازات والبطولات وإضافة بطولات جديدة وكؤوس جديدة في دولاب بطولات النادي الأهلي. خلينا نروح لأخبارنا النهاردة وأخبار لاعبي كرة الطائرة في النادي الأهلي. بينضموا رجال، بينضموا إلى معسكر الكرة الطائرة لمنتخب مصر بقيادة الهولندي جيدو فورمالين، وهو يعني المعسكر ده عشان بطولة التحدي. إن شاء الله المعسكر بيقام في هولندا من 3 إلى 7 يوليو. البطولة دي هتلعب البطولة هتلعب من 3 إلى 7 يوليو بإذن الله في سلوفينيا. المعسكر بيقام الآن، بينضم 7 لاعبين من النادي الأهلي وهم أحمد صلاح، عبد الله عبد السلام، وحسام يوسف، وأحمد عبد العال، أحمد سعيد، عبد الرحمن سعودي، ومحمد عادل. منتخب هيلعب هيخلص المعسكر يوم الأربعاء بإذن الله، وبعده يطير لسلوفينيا، وهي بطولة مهمة جدا وهي كأس التحدي في الكرة الطائرة. ماتشات مهمة وماتشات ودية كثيرة في معسكر هولندا، لأن المعسكر لازم يكون قبل البطولة، وكان ولاعيبة النادي الأهلي بتضيف لي إن شاء الله قوة وإثارة بإذن الله في المنتخبات المصرية. هنسيب منتخب الكرة الطائرة في مصر ونروح لمنتخب كرة السلة سيدات. المدير الفني كابتن إيهاب الألفي، مدير الفني لمنتخب مصر كابتن إيهاب الألفي، يضم 5 لاعبات من النادي الأهلي. 5 لاعبات هم سوريا محمد ومنار إيهاب ونور طلعت هالة مصطفى وجنة مصطفى. 5 من أصل 12 لاعبة، يعني تقريبا نص الفريق من النادي الأهلي. التصفيات دي هتلعب في أوغندا، خلاص هم وصلوا أوغندا الحمد لله بسلامة الله، والتصفيات هتلعب من يوم 26 يونيو إلى 1 يوليو بإذن الله. بكرة إن شاء الله هيكون في الاجتماع الفني ليحدد فيه الماتشات ويحددوا فيه زي والمواعيد وكل حاجة بالنسبة للمنتخبات المشاركة، وهي تصفيات المنطقة الخامسة لكرة السلة سيدات. هنروح لآخر خبر معانا، وهي سيدات الأهلي لكرة السلة واستعدادهم للموسم الجديد بقيادة الكابتن علي هاشم المدير الفني لكرة السلة سيدات بإذن الله السنة دي في النادي الأهلي. حدد الميعاد ان هو ان شاء الله هيبدا بعد حوالي 6 ايام من النهارده او 5 ايام في اول يوليو. هيبتدي بادئ بدري لان الموسم بالنسبه لكابتن علي زي ما هو قال الموسم طويل وشاق، عايز يتعرف على نقاط الضعف والقوه في فريق كره السله سيدات بالنادي الاهلي، ولازم يشوف ويبتدي يخشوا هيبتدي في الجيم ويخشوا التراك وفي نفس الوقت للصاله المغطاه، يعني عنده تجهيزات كثيره وماتشات وديه كثيره، لان الفرق المنافسه السنه دي زادت جدا مع سبورتنج وهليوبلس ونادي سموحه وخلينا نروح لفاصل عشان نستقبل ضيفنا الكبير المنضم حديثا الى فريق الاحلام للكره الطائره بالنادي الاهلي وهو كابتن ابو السعود امام. خليكم معنا.
اهلا بيكم مره ثانيه بعد الفاصل. خلينا نرحب بضيفنا الكبير النهارده، المنتقى الحديثه لفريق الاحلام بالنادي الاهلي، فريق الكره الطايره رجال، وهو كابتن ابو السعود امام. كابتن ابو السعود منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا بحضرتك، بنبارك لك على انتقالك الى النادي الاهلي، وان شاء الله تكون اضافه قويه لفريق النادي الاهلي باذن الله. باذن الله. خلينا نبدا الحديث معاك من صفقه الانتقال تمت ازاي. والله ما فيش، هو كابتن يعني كابتن ميدو اتكلم معايا وكابتن احمد سعيد هو سكاوتينج، اتكلموا معايا حابين ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. هو يعني انا كنت المفروض اكون موجود في النادي الاهلي من فتره، يعني يمكن من 3 سنين قبل ما اروح الزمالك. انا جيت فتره في الاهلي وبعدين رحت الزمالك وبعدين رجعت الاهلي تاني. يعني انا رحت قبل ما اروح الزمالك، رحت فتره في الاهلي يعني جاي من بتروجيت لنادي كان المقارنه او العرض اهلي وزمالك، وبعد كده انتقلت الزمالك، بعد كده النادي الاهلي. مظبوط. خلينا نبدا نشوفك دخلت ملعب الكره الطايره زي، اكيد الجمهور عايز يعرف اكيد كواليس معينه، دخلت ملعب الكره الطايره زي زمان قوي بقى، نرجع للتاريخ من ورا كده شويه. والله انا كنت يعني وانا صغير والدي كان بيحب يلعب الكره الطايره عندنا في بلدنا يعني وكده، فانا كنت بروح اتفرج عليهم في مركز الشباب، فانا اتولدت بحبها يعني كده يعني، فبقيت بحب الكره الطايره، بحب اقعد اجري ورا الكوره بقى وبتاع. يعني كل صغيرين دايما بيحبوا يلعبوا كره قدم، كان هوايتك وانت صغير تروح الكره الطايره مش كره القدم؟ لا مش غريبة كره القدم. لا هو مش غريبه، انا كنت اتولدت يعني، انا والدي لقيته بيلعب طايره، انا اتولدت في ملعب الطايره زي ما بيقولوا. والدي كبير فهو بيحب يلعب الطايره، ودي لعبه موجوده عندنا في بلدنا، فانا كنت بروح اتفرج على الناس وانا صغير يعني هم بيلعبوا، فانا اخد الكوره بقى وكده، فحبيت الكره الطايره ومن هناك يعني رحت. وبدات تلعب كره طايره؟ بدات العب طايره من بتروجيت للزمالك وجيت النادي الاهلي. قول لي اول يوم دخلت وقع فيه العقد بتاع النادي الاهلي وقعت ازاي، وكان استقبال الناس ليك في النادي الاهلي ازاي؟ والله يعني الناس كانت مرحبه بوجودي، الواحد يعني المعامله كانت كويسه، دخلنا سلمت على الكابتن ميدو، كابتن رؤوف، دخلت المكتب، يعني كنا متفقين طبعا. كابتن رفعت بدر وده كابتن خالد طبعا، سيادة خالد ابو زينة وكابتن ميدو صلحي، متواجدين في التوقيع. تمام. قول لي ايه اول واحد هناك في النادي الاهلي، او اول واحد هناك في انتقالك الى النادي الاهلي؟ والله يعني انا صديقي يعني وكده من ايام بتروجيت، من زمان، فده محمد واحد صاحبي وكان بيلعب معانا في المنتخب، هو يعتبر اول واحد يعني هناني مع اصحابي برضو من النادي، واصحابي في النادي الاهلي طبعا اللي بيلعبوا معايا في المنتخب، وطبعا والدي. فكان مبسوط. ايه النصيحه اللي كابتن ميدو صلحي قالها لابو سعود اول ما جه النادي الاهلي وقال لك ايه بالظبط؟ والله هو كابتن ميدو يعني عرفني النظام في النادي الاهلي هيكون ماشي ازاي، ونظام التدريب، وقال لي ان شاء الله تكون معانا يعني موسم كويس والدنيا مختلفه، وان شاء الله تبقى السنين كويسه يعني في النادي الاهلي. قعدت كام سنه؟ هو 3. وكابتن ميدو كان عايزنا اكتر. كان عايز اكتر اكيد، النادي الاهلي ليه صابع خاص في التعاقدات مع اللاعبين. لكن خلينا نقول اكيد لعبك منتخب مصر في الناشئين والشباب قربك مع لعيبه النادي الاهلي، قول لي مين اكتر لاعبين كنت بيلعبوا معاك في النادي الاهلي في المراحل الشبابيه؟ والله انا يعني انا محمد رمضان ده الليبرو، ده جيلي ولعب معايا كل المنتخبات تقريبا، ولعبت برضه مع احمد سعيد، وعبد الرحمن وعادل، دول برضه كلهم لعبت معاهم تقريبا. مدرب برازيلي بيرندا اضاف ايه لكابتن ابو سعود؟ كابتن ميريندا طبعا هو كان موجود في الفتره بتاعت المنتخب بطوله كاس العالم 23 سنه، طبعا حققنا فيها انجاز كويس، اخذنا 5 عالم، طبعا دي حاجه كويسه لمصر، تقريبا كان تاني جيل يعمل الحاجه ديت بعد الجيل بتاع كابتن احمد صلاح وكابتن عبد الله، فكان انجاز يعني، فضاف للمنتخب كله وطلع لعيبه كتير كويسه يعني. طلع لعيبه لبره مصر ولا طلع لعيبه للفرق المصريه؟ طلع لعيبه الاحتراف الخارجي ولا كله دخل الانديه المصريه؟ والله اعتقد ان في اكتر من لعيب كان في المنتخب جاي له عروض يعني ان هو يقدر يلعب في حاجه بره.
بس يعني ليه الاجيال دي مع انها الانفتاح اكبر من الاجيال القديمه يعني ما عندناش 10 محترفين 15 لعيب محترف خارج مصر؟ يعني اكيد هو كلهم تقريبا بيجي عقود احتراف للعيبه، بس تقريبا في لعيبه مثلا بيبقى فارق عقود بره كبدايه، يعني بحكم ان انت مثلا هم ما يعني ما بياخد لعيب برازيلي غير ما بياخد لعيب مصري، كان بيدوا له فلوس مثلا اكيد، فطبعا بيبقى الفلوس اقل بكتير، واللعيبه هنا بتبقى بتاخد برضو بيجي لها عروض كويسه، وبرضو اكيد في حاجات اتحاد وحاجات كده يعني في يعني في شويه يعني نقط لازم تتعدى زي فلوس الاتحاد او فلوس مش النادي، مش حاجه سهله يعني ان هو يطلع بره مصر يعني بسهوله. وجودك في مركز 4 في النادي الاهلي حاجه صعبه جدا اكيد، نجوم محمد عبد المنعم ومحمود رؤوف واحمد عبد العال واحمد سعيد يوسف الصافي طلع ناشئ، يعني المركز ممتلئ، شايف ده من وجهه نظرك ازاي؟ المنافسه هتكون ازاي معاه؟ والله انا شايفها حاجه كويسه مش حاجه وحشه بالنسبه لي، ان انا اكون بلعب برضو مع يعني كابتن محمد عبد المنعم احمد رؤوف احمد سعيد، كل دول برضو لعيبه كبار اكيد يعني واحد هيستفيد منهم وهتلعب، وفي الاخر يعني مجهودك وتعبك هو اللي هيخليك موجود ان شاء الله. شايف المنافسه منافسه قويه معاهم في هذا المركز؟ اكيد اكيد منافسه قوية. يعني انت رايح لاحسن طريق في افريقيا واحسن طريق كابتن محمد عبد المنعم طبعا يعني ما فيش كلام عليه، احمد سعيد ما شاء الله دلوقتي حاجه كبيره، كابتن محمود رؤوف حمدي يوسف الصافي اللي طالع كابتن ما شاء الله عبد العال كلهم لعيبه كبار كلهم وحاجه كويسه، بس روحهم حلوه حلوه كلها بصراحه يعني. ما هو برضه يعني انت ربنا هيديك على قد تعبك اكيد يعني انت يعني انا مش رايح اقعد يعني لا فانت اكيد رايح يعني انت على قد تعبك ربنا هيديك اكيد. الاحتراف في الوقت ده يعني بيخلي اللعيب يحترف لانه هو ده شغله الشاغل خلاص يعني حياتك الملعب لغايه ما تيجي تبطل رياضه هي حياتك جوه الملعب اكيد اكيد، فالمحترف اكيد بيكون الموضوع مختلف اكيد. طب خلينا ناخد تليفون مهم معانا. مساء الخير يا كابتن ميدو. معانا كابتن ميدو مصلحي والمدير الفني لكره الطايره رجال بالنادي الاهلي. كابتن ميدو دايما بنكون سعداء وانت معانا بصراحه. ربنا يخليك كابتن خالد. صفقه مهمه وصفقه قويه انتقلت الى النادي الاهلي وهو كابتن ابو السعود امام، انا قلبي معاه بصراحه يا ميدو على الوجود الابطال او النجوم في النادي الاهلي. قلت له ايه يا كابتن ميدو؟ والله اول حاجه قلتها له المنافسه شرسه جدا في مركز 4 بالذات، بتضم عديد من النجوم في النادي الاهلي على راسهم منعم سعيد وعبد العال ورؤوف وهو وفي شباب كمان طالع صاعد زي الصافي وزي الحسيني. مركز الحمد لله مليان نجوم، بس هو ابو السعود يعني الواحد كان عينه عليه من زمان من فتره يعني، لكن شاء القدر يعني ان هو يروح نادي الزمالك وتالق فيه طبعا لعب كويس قوي. ولاول ما خلص عقده الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نضم للنادي الاهلي. طيب اضافه قويه ان شاء الله باذن الله، انا بتمنى له اكيد التوفيق، واكيد فريق الطايره بالنسبه لنا فريق احلام الكره الطايره مع كابتن ميدو مصلحي، يعني صانع بطولات النجوم وتاريخ كبير جدا في النادي الاهلي لاعب ومدير فني. خلينا نخش لبعض الاسئله المهمه اللي محيره ناس كثيره معاك. النادي الاهلي او اتحاد الطايره قرر لعب الدور الاول من غير الدوليين، 8 منتخب مصر وكلهم وانت معاك لعيبه 4 5 في النادي الاهلي، الامور اتوزنت ازاي او ايه الاحداث؟ قول لنا يا كابتن ميدو. والله انا رحت القرعه يعني ومش فوجئت، هو كان في فعلا الدوري هيبدا يوم 1/10 بدون اللعيبه الدوليه بدون احتساب النتائج بتاعتنا، يعني احنا متاهلين كده كده تمام. فانا طبعا اعترضت لان تقريبا زي ما انت قلت في 8 في المنتخب وكمان عيب وصاب، يعني انا هلعب من غير 9 من قوام النادي الاهلي طبعا كتير جدا كتير جدا جدا العدد دوت. فطبعا انا اعترضت في الاجتماع، لكن رئيس الاتحاد او الاستاد المدير التنفيذي النادي الاهلي صمم طبعا ان احنا النادي الاهلي يلعب بحيث ان نتائجنا مش محسوبه، لكن انا مضطر ان انا العب طبعا، وان شاء الله هعتمد على المجموعه اللي موجوده او المجموعه التشكيل اللي موجوده بعد ما يجوا حتى من كاس العالم، لان هم عندهم بطوله عالم زي الصافي والحسيني ومرجان وحماده وعمر ياسر وعمر اكرم، يعني في مجموعه كده ان شاء الله هستعين بيها بجوار طبعا نجوم الفريق عبد اللطيف ومحمود رؤوف وابو سعود طبعا هيكون متواجد طبعا، فان شاء الله ربنا يسهل كده ومحمد رمضان ومحمد معوض، فان شاء الله يعني الدور الاولاني ده نعديه، هحاول بقدر المستطاع طبعا ان احنا انا عارف طبعا الجمهور عاوز
السلسله بتاعت الجهاز دي ما تتكسرش. فان شاء الله ربنا يسهل ونقدر نعمل ماتشات كويسه، واحب نقول يعني ان شاء الله كده كده احنا متصاعدين يعني. ان شاء الله باذن الله احنا اكيد واثقين في كابتن ميدو مصلحي وواثقين في لعبتنا جامد جدا، اذا كانوا ناشئين او شباب يقدروا يعدوا الموضوع. لكن هقف عند بدون نتائج، يعني ايه كلمه بدون نتائج؟ النهارده انت تلعب كام ماتش في الدور الاولاني، وهيعدي ازاي من غير نتائج، والفرق الثانيه هتقول ايه؟ يعني انا النهارده لعبت النادي الاهلي مثلا وكسبته، النهارده ليا ماتش ليا 2 بونت ليا 3 بونت، يعني ازاي هنلعب من غير نتائج؟ معلش يا كابتن ميدو عايز يعني نوضح الامور. هو الدوري اتقسم 4 مجموعات، كويس، كل مجموعه 6 فرق، كويس، 24. اللعيبه اللي في المنتخب، اي نادي في لعيب في المنتخب النتائج بتاعته مش هتتحسب، يعني هيلعب من غير ما تحسب نتائج، هو كده كده صاعد، هياخدوا اول 3 من كل مجموعه يلعبوا، هيبقوا 12 فرقه يلعبوا بيهم دوري رايح جاي. تمام. فاي حد في لعيب عنده في المنتخب ان شاء الله واحد بس، النتائج بتاعته مش محسوبه، يعني كده يعني حتى لو اتغلب او كسب خسر نتائجه مش محسوبه، حتى ولا للفرقه الثانيه. طب هل ده يا كابتن ميدو بصراحه شديده، هل ده بيضيف للمسابقه حاجه؟ انا شايف من وجهه نظري ان انا النهارده بلعب بدون هدف في المباراه، لان اكسب او اخسر بيبقى المباراه بلا طعم بصراحه. هو الاتحاد يعني وجهه نظره، او كابتن احمد عبد الحليم وجهه نظره، ان الدوري الموسم السنه دي موسم استثنائي، لان المنتخب عنده ارتباطات كتير جدا، خصوصا ان هي في تصفيات الاولمبياد طوكيو 2020 دي مهمه جدا بالنسبه للمنتخب، تصفيتها في شهر واحد، فالراجل الاجنبي عايز اللعيبه قبلها بشهر، هو عايز يبدا الدوري بدري وفي نفس الوقت يخلصه يوم 30/4، واللعيبه بحيث ان اللعيبه تاخد راحتها قبل التجمعات المنتخب ان شاء الله. كويس. طيب بس هو دي وجهه نظر الاتحاد، دي وجهه نظر بالنسبه لي، جايز تكون حاجه سلبيه، لكن اتحاد الطايره طبعا اتحاد يحترم جدا وله وجهه النظر، لكن خليها في الناحيه الايجابيه، وهي لعب ناشئين وشباب النادي الاهلي في بطوله 8 ماتشات او 5 6 ماتشات، اكيد دي اضافه كويسه جدا ليهم وخبرات تتراكم للاعبين. والله يمكن هي دي حاجه ايجابيه جدا، الولاد دول هياخدوا ثقه شديده جدا هم يلعبوا وسط فرق طبعا الدوري، يعني فرق اللي هي تعتبر برضه مش قليله، بتروجيت الطيران هيليوبليس الشمس، الفرق دي برضه فرقه محترمه، فرق الولاد دول هياخدوا خبره، اعتبر خبره محليه كويسه جدا. يمكن هي فعلا دي الحاجه الايجابيه الواحد يعني مستبشر خير بيها ان شاء الله، ان الولاد دول يظهروا بنظر فارغ ان شاء الله. اعتقد فرصه جيده جدا للي هيأدي وهيبان هيكون متواجد معاك في المرحله الجايه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. خلينا نسالك برضو سؤال مهم، هنبدا امتى؟ او الفرقه هتبدا امتى؟ 8 منتخب مصر، وهنبدا لفتره الاعداد باذن الله امتى؟ والله 8 بس، هو في 8 منتخب مصر وفي الولاد بتوع الشباب برضو عندهم بطوله عالم في البحرين، وفي ناس عندها بطوله عالم في تونس، فانا هبدا باللي موجود حوالي 4 أو 5. تمام. ان شاء الله يوم 16/7 ان شاء الله الموسم الجديد هيبدا لينا وعلى مهلنا، يعني قدامنا حوالي 2 ونص لغايه لما الدوري يبدا، وانا يعني هي هتبقى تقيله قوي ان انت تبدا ب5 بس، لكن طبعا ان شاء الله في هجمع هلمهم بس يعني ان شاء الله نحاول نعلي اللياقه البدنيه كده في الاول، وواحده واحده ان شاء الله الولاد بتوع الشباب يتضموا علينا وان شاء الله نبقى نحمي الماتشات. عايزك بقى تتمرن معاهم كابتن ميدو عشان تنزل الدوري اللي هو الدور الاولاني ده، يا ريت. والله يا انا عارف هتقدر، ما شاء الله عليك بصراحه ميدو، تقدر تلعب لغايه دلوقتي وربنا يكرمك بجد، امنياتنا طيبه لفريق الاحلام في النادي الاهلي لكره الطايره بقياده حضرتك، وباذن الله تكونوا دايما عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي. شكرا يا كابتن ميدو. ربنا يكرمك ان شاء الله. شكرا يا كابتن. قال ان هي منافسه شرسه زي ما اتفقنا كلنا بنتكلم فيها، انا منافسه شرسه جدا في هذا المركز. اكيد منافسه شديده يعني. الان من مين؟ مفيش، هو انت بتتعب وبتعمل اللي عليك والنتائج دي بتاعت ربنا، يعني انا دي حاجه يعني انت بتاخد بالاسباب وربنا هو اللي بيوفق. اتكلم بصراحه شديده معاك، انتقالك من الزمالك للاهلي سبب لك بعض المشاكل على السوشيال ميديا. أكيد. بتتعامل مع الوضع ده إزاي؟ والله يعني أنا يعني مثلا حد بيدخل يشتم أو يتكلم أو أي حاجة يشتم؟ على طول؟ على طول، ما يعني مفيش كلمتين لسه لا مفيش على طول داخل فخلاص يعني أنا بشوف الكلام، أنا بقدر الموقف عادي، في
كل حد بيبقى متعصب لناديه، فالناس بتدخل تتكلم وكده، فبمسح الكلام وخلاص انتهت. اعتقد احنا في عصر احتراف يعني الكلام مش شايفه يعني عادي أكيد. خلاص من حق كل واحد. بيسبب لك ضغط نفسي عليك الكلام ده؟ لا 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 عادي خالص يعني انا عادي. ما هو ممكن هو يبقى نفس الشخص هو من يوم او يومين تلاقيه بيشكر فيك كده، تلاقيه على طول يعني مره يشكر غير كلامه ومره ياخدك واحده تقيله. هي الدنيا كده مستحمل خلاص متعود. لا عادي خالص عادي. يعني من وجهه نظري في ضغط عليك في السوشيال ميديا وفي ضغط جوه المنافسه جوه النادي الاهلي، الضغط النفسي اللي عليك هيبقى تقيل شويه في اول سيزون سنين. رايك ايه؟ والله انا مش شايف ان غير ان انا يعني انا مش شاغل بالي بحد، انا شاغل بالي بنفسي يعني انا اتمرن واعمل اللي عليا واقصى حاجه والنتائج بتاعت ربنا يعني ربنا مثلا انت مش هتتعب وربنا مش هيديك ما وفقتش في النادي الاهلي هتوفق في اي حته. لا ان شاء الله عايزينك تكسر الدنيا في النادي الاهلي. بس فهي الفكره كلها انت ما تشغلش بالك ما مش شاغل بالي بالامور، مش شاغل بالي غير ان انا اعمل واجب انا. انت جاي مركز في الشغل بتاعك فقط لا غير. ما ليش دعوه بقى باي حاجه. مين موجود؟ اكيد كلهم لعيبه كبار، اصل انا قعدت ابص اللعيبه كلها كويسه بس برضو انا مش قليل. فانا محتاج ان انا لا انا اركز انا مجهودي في أكيد نفسي. بص اكيد بص اكيد انت نجم كبير واكيد انت اضافه قويه، لكن انا وانا لعيب لما يبقى في اربع خمس نجوم جوه المركز بيكون المركز بقى تقيل وكله عايز يلعب منافسه شرسه. اكيد وحاجه بتبقى صعبه بس الدوري طويل واللعيبه كلها بتلعب. بكلمك بصراحه هي فرصه كويسه عدم وجود الدوليين في النادي الاهلي في الوقت ده عشان تقدر تلعب الدور الاولاني، تاخد ثقه وثقه الجمهور وثقه اللاعبين عشان تقدر تنافس المنافسه. حاجه كويسه اكيد. حاجه كويسه ليك اكيد، بس يعني مش كويسه للنادي. النادي لازم لعيبته تبقى موجوده اكيد. يعني النادي محتاج لعيبته برضو. ناس تبقى موجوده يعني تقريبا الفرقه كلها في المنتخب. عبد الله واحمد صلاح فرقه وكله فرقه ففرقه طبعا. فازاي تلعب من غير اللعيبه بتاعتك؟ طيب خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع كابتن وسول. مكملين مع كابتن ابو سعود امام وصفقه المنتقل حديثا لفريق الكره الطايره رجال بالنادي الاهلي، اضافه قويه جدا ان شاء الله نتمنى له التوفيق داخل القلعه الحمراء باذن الله واضافه بطولات جديده مع ابطالنا فريق الاحلام في النادي الاهلي. كابتن ابو سعود لو كلمنا على المنافسه، المنافسه كبيره جدا في الطايره، فرق الطايره دايما بتكون في منافسه كثيره بين الانديه، شايف المنافسه مع النادي الاهلي ازاي السنه دي؟ والله اكيد في منافسه كبيره، الانديه زي نادي الجيش والزمالك برضو والسموحه في انديه كويسين يعني برضو. فالموسم برضو مش سهل، بس يعني فريق النادي الاهلي يعني اكيد في حته تانية. اكيد فريق النادي الاهلي في حته تانية، بس انا هكلمك على نادي بذاته وهو نادي سموحه. نادي سموحه ما شاء الله عليه صاعد بقوه الصاروخ. ده رايي بصراحه يعني. مهندس فرج عامل شغل كويس، وفريق الطايره في النادي سموحه بصراحه عامل طفره كويسه. هل يقدر ياخد بطولات ولا المستوى بعيد؟ هو اكيد فريق سموحه فريق كويس وفريق كبير طبعا. بس خبرات لعيبه الاهلي تفرق يعني. تفرق كتير اكيد، خبرات مختلفه تماما اكيد. اكيد كل الدعم السوشيال ميديا بتبقى فيها ولا، بس اكيد دعم الاسره هو اهم دعم عند ابو سعود امام. والله اكيد يعني انا بالنسبه لي مثلا وجودي في النادي الاهلي ده حاجه يعني والدي كان سعيد جدا بده. لا احكي لي. انا والدي احكي لي بقى احكي لي بقى ايه اللي حصل؟ قال لك ايه؟ دي اهم حاجه. هو انا والدي يعني اهلاوي متعصب شويه. لا ده اهلاوي متعصب ده كويس جدا. ده انا موافق. بس فطبعا يعني لما عرف ان انا موجود في النادي الاهلي فانا تقريبا ما فرحتوش زي ما فرحت ان انا رحت النادي الاهلي يعني. حياتي كلها تقريبا يعني فرح جدا يعني، يمكن اكتر حاجه بسطت بيها يعني ان انا كنت موجود في النادي الاهلي. مش يعني هو بس يعني. انا يعني هو واهل قريتي كلهم يعني. واهل قريتك كلها. اكيد طبعا. الناس فرحانه بيك ان انت في النادي الاهلي. اكيد طبعا. قول لي صراحه، والدك قال لك ايه لو تفتكر كلامه وانت خلاص وقعت في النادي الاهلي ورحت قلت له
انا في النادي الاهلي. هو انا يعني انا مثلا انا تفائلت خير انا متفائل خير جدا بوجودي في النادي الاهلي. يعني حضرتك بتكلمني في المنافسه و و و فطبعا انا قبل ما اعمل حاجه انا صليت استخاره ما شاء الله قعدت معاهم فحسيت براحه خلاص فخلاص انا موجود توكلنا على الله خلاص انا ما الكلام مش كتير ف ده خلاص انا موجود في النادي الاهلي انا مرتاح كده طبعا مع ان والدي كمان لما خدت رايه طبعا مبسوط جدا وراضي جدا فانا منتهي الامور فانا بالنسبه لي يعني انا كسبان في كل حاجه يعني انا يعني بر الاهلي وابويا وامي ف تدعي لك فانا خلاص يعني في حد بيدعي لي وحد راضي عني دي اهم حاجه فده مطمني يعني السؤال الصراحة. اللي دايما ممكن اي لعيب يقف عنده او المفاوضات تقف في الفلوس مالناش دعوه بفلوسك مش عايزين رقم لكن في مفاوضات حصلت في الفلوس ولا انت قلت اوكي توكلنا على الله بصراحه هو انا عامه ما بتكلمش كتير في في التعاقد وكده فهي كانت كلمه وخلاص وانتهى تمام انا ما بحبش اتكلم كتير موافق مش موافق كده كان خلاص. وجودك هو ده كان الحلم اللي كنت بس تحققه عشان الوالد والوالده والاسره واكيد اي حد يعني يتمنى ان هو يكون موجود في النادي الاهلي يعني يعني اي تقريبا اي لاعب يتمنى ان هو يكون موجود في النادي الاهلي طب هقول لك صراحه كده اكيد دخولك لقريتك ودخولك لاهلك وكل الاسره وكل اصحابك الوضع اختلف لما دخلت النادي الاهلي خلاص بقى بيسالوك على كل اخبار النادي الاهلي وبيسالوك على كل حاجه في النادي الاهلي دلوقتي صح ولا والله يعني انا يعني حسيت تقريبا ان اصحابي كلهم اهلاويه مش عارف فجاه طب ما هي كده يعني الناس كلها تقريبا يعني فكله بيبارك لي يعني وكله مبسوط جدا ويعني اصحابي كلهم مبسوطين وكله بيبارك لي واتصل بيا فالناس كلها كانت مبسوطه فانا الصراحه ده كان شيء يبسطني يعني انا مبسوط انا شايف الناس كلها مبسوطه معايا يعني قول لي ايه احلامك مع النادي الاهلي؟ طبعا انا بحلم مع النادي الاهلي ان انا كالعاده الطبيعي بتاع النادي الاهلي تشيل بطولات بتتكلم في 3 بطولات او 4 بطولات في السيزون الواحد فاي حد بيحلم ان هو يعمل ليه تاريخ او يعني يشيل كؤوس فاكيد انا بحلم مع النادي الاهلي ان انا اشيل بطولات واحقق بطولات مع النادي الاهلي وبطولات شخصيه كمان يعني فرديه المنافسه المحليه شيء والمنافسه الافريقيه شيء ثاني خالص شايف الانديه التونسيه والأندية الجزائرية والفرق في أفريقيا شكلها ازاي مع النادي الأهلي؟ انت حضرتك طبعا النادي الأهلي نادي كبير يعني انت بتتكلم في تقريبا اكتر نادي محقق بطولات ما شاء الله الحمد لله فالحمد لله يعني انت يعني هتروح اي بلد الناس بتعمل لك حساب وكله قلقان من النادي الاهلي طبعا فرق في فرق كويسه وفرق قويه بس النادي الاهلي برضو فيهم يعني بس شايف ان في منافسه قويه داخل الانديه الافريقيه اكيد هنرجعك شويه لبطولات العالم ولعبك جوه بطولات العالم واضافه المدرب بتحب اي مدرسه في الكره الطايره برازيل ايطاليا هو انا وانا صغير انا كنت بتفرج على الدوري الايطالي على طول باستمرار يعني انا كنت احب اتفرج على الدوري الايطالي هو كان بيتذاع على طول فكنت بحب اللعب متابع لدوري كره الطايره اكيد وطبعا الدوري البولندي يعني انا كلام. شفت اتفرجت يعني كتير اكيد اي لاعب فولي اكيد لازم انتقال خبرات معينه اكيد لازم اتعلم من اللعيبه الدوليين ايه الصوره دي ايه حكايه الصوره دي معاك دي كانت بطولة كأس العالم 23 سنة كانت عندنا في مصر وطبعا الاتحاد كان عامل لنا صور وحاطها لنا في الشوارع فأنا كنت متصور مع نفسي أنا مبسوط بالصورة الصراحة عجبتني قول لي بصراحة لعيب كرة طايرة في مصر أو لعيب أنا لعيب هاندبول لما صورتك اتحطت في الشارع أو صور لعيبة في المنتخب بصفة عامة لما صورتك اتحطت في الشارع قلتوا إيه يعني جوه في أوضتكم المغلقة زي ما بيقولوا اتبسطتوا وفرحتوا بقيتوا نجوم زي نجوم الكوره وهكذا ولا الامور مش زيها؟ هو اكيد اللعيبه كلها كانت مبسوطه جدا لان انت مثلا ده امر مش يعني مش طبيعي انت مش زي كره القدم فطبعا لما تلاقي صورك في الشارع فده حاجه تبسطك جدا فحاجه للتاريخ يعني للذكرى حاجه للتاريخ عشان كده اتصورت معاها اكيد قول لي واكل الميداليه صح؟ ده كانت صورنا واحنا في الناشئين كنا في قلب النادي الاهلي
كنت بلعب بتروجيت ساعتها. كان بتروجيت ناشئين بتروجيت في الوقت ده، يعني احنا كنا بناخد يعني اول تاني جمهوريه القاهره يعني. فرق بتروجيت فرق قويه. كان ناشئين كنا جامدين يعني الحمد لله. لازم اوقفك عند نقطه فاصله قبل ما نروح للصوره دي. في مدرب اثر في حياتك اكيد وانت ناشئين، اكيد في حد اثر وانت لسه صغير اتاثر فيك في ناشئين، تفتكر مين؟ انا اول ما دخلت النادي بتروجيت اتمرنت مع كابتن احمد فتحي، ده كان مدرب ممتاز جدا وعلمنا كتير وضاف لنا. وبعديها طبعا قعدنا فتره طويله مع كابتن طنطاوي، ده كان يعتبر صانع الاجيال في بتروجيت ساعتها. مررنا سنين في الجزيره. طبعا كابتن طنطاوي يعني كان بيعمل لعيبه كويس، واتمرنت مع كابتن عمرو حناوي اول ما طلعنا، مدرب يعني ممتاز جدا وعلى خلق جدا. اثروا في حياتك واثروا في الناحيه الفنيه فيك اكيد، دي حقيقه. ده في مرحله الناشئين اكيد يعني، دي اكيد في مرحله الناشئين، وان شاء الله هيوضع هيختلف. قول لي ايه اللي انت شايفه هتضيفه كأبو السعود داخل القلعة الحمراء؟ خلينا نبص للصورة دي الأول ونرجع تاني. قول لي الصورة دي إيه حكايتها؟ دي الصورة، كنا في استاد القاهرة بعد الماتشات. كان ماتش تقريبا احنا كسبنا بولندا عندنا، طبعا بولندا المدارس الكبيرة في الكرة الطايرة. ماتش بولندا؟ تقريبا كان ماتش بولندا. تقريبا كان ماتش بولندا. احنا طبعا كسبنا فرق كتير عندنا هنا في الاستاد، الناس كانت الجماهير عجباني قوي، كسبنا فرق كتير بصراحه. عجباني يعني، حاجه عظيمه ان الفرق المنتخبات المصريه بصفه عامه تكسب منتخبات اوروبيه، دي حاجه كويسه جدا. اكيد منتخب بولندا طبعا منتخب كبير جدا ومدرسه كبيره جدا في الكره الطايره. الناس لما لقيتنا بنكسب وفي الاستاد، الناس كانت بتيجي بزياده وبتشجعنا بزياده، يعني الناس ما كانتش مصدقه ان احنا بنكسب الفرقه دي وان احنا نقدر يعني. ابو السعود بصراحه شديده لما الجمهور دخل، اعتقد ان الجمهور كان زايد في بطولات العالم، وكنت اول مره تلعبوا قدام الجمهور ده. مظبوط. قول لي انطباعك ايه والجمهور ده بيخش ارض الملعب وبيشجع في بقوه جدا جدا جدا، اعتقد ده فرق معاكم كتير داخل ارض الملعب. احنا تقريبا البطوله دي كانت الجيم كان نظام اللعب فيها مختلف خالص. سلات و15 نقطه. طب قول لي. فطبعا احنا كنا بنعتمد مع الجماهير وكده ان احنا نخطف في الاول ماتشات، هم طبعا الصاله اللعب فيها مختلف بتاع الاستاد ديت كبيره، فاللعب اللعب فيها كمان في الملعب نفسه مختلف. يعني لما الفرقه تكون تاخد على الملعب قبل ما تاخد على الملعب يكون احنا خلاص خطفنا الشوط. فشوط مع الجماهير مع يعني ده خلانا كسبنا ماتشات كتير، وكانت فتره حلوه يعني، الجماهير كانت كلها تنزل تصور معانا وتسلم علينا طبعا، الناس كانت مبسوطه جدا دي يعني. دي من احلى فترات حياتك. كانت فتره كويسه. ايوه مظبوط. عايز الجمهور يملى الصالات كده بالشكل ده؟ هو انا اتمنى اكيد يعني ان الجمهور يكون موجود في الصالات، وده موجود في النادي الاهلي بشكل كبير. يعني انا مثلا اتفرج على الكوره والاقي المدرج مثلا فاضي مش حلوه يعني. انا مش حاسس، انا بحس ان هو لا الجمهور هو اللي عامل يعني، حاسه هو اللي عامل طعم اصلا طبعًا للمباراه، مش من اللعيبه حتى يعني. ممكن اقعد اتفرج على الجمهور وتشجيع والدخلات والدخلات والحاجات دي لا مختلفة أكيد. وجود الجمهور أكيد دعم للعيب. و تقول إيه جماهير الأهلي؟ والله يعني أنا بتمنى حب الناس ليا يعني في كجماهير، والواحد يضيف يعني مع النادي إن شاء الله، ونفضل شايلين بطولات يعني مع النادي الأهلي يعني بإذن الله. يا رب نتمنى الخير. لازم في رسائل مهمة بتأديها، وتقول إيه الأسرة أسرتك الكريمة؟ تقول لهم ايه؟ والله انا بشكرهم على وجودهم في حياتي يعني، ابويا وامي واهلي واخواتي. يعني ربنا يطول في عمرهم، انا والدي كبير في السن شويه ومامتي، فربنا يطول في عمرهم ان شاء الله يعني يا رب. تقول ايه لجمهور السوشيال ميديا، السوشيال ميديا خاصه، اللي ضدك واللي بيديك سبورت؟ والله اللي بيدعمنا يعني شكرا كتير ليه جدا، وانا بابا مبسوط جدا بكلامه، وده بيدينا طاقه ايجابيه، واكيد احنا محتاجين ده ينتشر في مصر كطاقه ايجابيه عامه. واللي يعني مثلا لو حد دخل قال كلمه وحشه او بتاع فعادي يعني، الله يسامحه، تلزقش يعني ما تلزقش. الله يسامحه. لا يعني خلاص كاني ما شفتهاش وعادي خلص. ما فيش، كاني ما شفتهاش عادي خالص. تقول لي ايه لعبتك اللي انت انضميت ليهم حديثا لكل فريق النادي الاهلي، وهو فريق احلام، وهو عند الجماهير النادي الاهلي هو فريق من الفرق الكبيره جدا موجوده. بتمنى التوفيق ان شاء الله، ويبقى موسم كويس لنا كلنا،
دايما بطولات ودايما بنشيل الكوس للنادي الاهلي وفرق كبيره يعني كلهم يعني من كبير وصغير يعني الاصغر حد فيهم يعني انا بحترم كله يعني الصراحه. شرفتنا ونورتنا وان شاء الله اضافه قويه وقويه جدا في النادي الاهلي. شكرا كابتن سعود. شكرا كثير. صح فعلا ان شاء الله باذن الله. اتمنى الكابتن ابو السعود عملنا معاه حوار عشان نشوف اللي جوه وعمل ايه وجي النادي ازاي وكل حاجه. بنتمنى له ان شاء الله التوفيق داخل فريق الكره الطايره ريال في النادي الاهلي. كل امنياتنا الطيبه لكل فرق النادي باذن الله في السيزون الجديد 2019-2020 بطولات جديده وكؤوس جديده. في اخر حلقه بشكركم والى اللقاء.